السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي وتغطيه خاصه لمباراه الاهلي وبتروجيت طبعا في الاسبوع 16. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله ستعود الانتصارات من جديد من خلال هذه المباراة ونغمة الانتصارات. طبعا يمكن احنا بيحالفنا حظ عاثر في المباراة السويقة نتيجة يمكن بعض الامور الخاصة سواء بقى اجهاد اصابات غيابات لبعض اللاعبين، ولكن في الاول وفي الاخر النادي الاهلي عنده 30 لعيب مميزين، 30 لعيب بيبقوا متواجدين عشان هدف واحد وهو الحصول على بطولة الدوري ان شاء الله السنة دي، وان شاء الله الامور هتبقى جيدة في الفترة القادمة. خليني قبل ما نتكلم على اي حاجة بخصوص المباراة بعزي مصر وشهداء الوطن في كنيسة حلوان، اعتقد ان احنا صحينا الصبح على خبر للاسف سيء. احنا دايما يعني يوم الجمعة ده يوم جميل كلنا بنتفائل بيه من صلاة الجمعة، كل واحد بيصحى الصبح عشان يسمع اخبار جيدة، ولكن النهاردة سمعنا على يعني صحينا وسمعنا خبر سيء للاسف. طبعا بنعزي مصر وبنعزي شهداء الوطن في الحادث الأليم، يا رب طبعا مصر تبقى دائما آمنة. واحنا لو احنا كنا بنتكلم على مباراة أتلتيكو غدا فما زلنا بنقول وبنأكد ان مصر قادرة على دحر الإرهاب من خلال تكاتف أبناء الوطن وتكاتف رجال الشرطة والجيش والشعب انه يكونوا ضد هذا العمل الخسيس، فبالتالي بنقول ربنا يرحمهم ويجعلهم من شهداء الوطن، لان طبعا كلنا واحد، كلنا في الاول في الاخر احنا متواجدين لخدمه هذا الوطن بشكل كبير. عشان كده يمكن اسبوع 16 ابتدى من امبارح، لكن النهارده اتحاد الكوره بعد هذا الحادث دي احداد قبل مباراه الجوله 16 بالنسبه للمباراه اليوم وغدا ان شاء الله في ختام الاسبوع 16. يمكن قررت لجنه المسابقات باتحاد الكوره الوقوف دقيقه حداد في مباراه الدور 16 على ضحايا كنيسه مرمينا بحلوان، وانطلقت اليوم ان شاء الله يعني او في مباراه شغاله دلوقتي مباراه الاتحاد والمقصه، وايضا ان شاء الله هتكون مباراه الاهلي وبتروجيت زي ما بقول لكم حاجه نتمنى انها تنتهي من بلدنا وهتنتهي بامر الله ما دام احنا متكاتفين زي ما احنا بنقول دائما كشعب مع الشرطه والجيش، واكيد باذن الله هننتهي من هذا قريبا بامر الله. خليني اقول لكم خبر بخصوص النادي الاهلي، طبعا ده اتوبيس النادي الاهلي متجه الى ملعب المباراه باستاد برج العرب. خليني اقول لكم ان اجاييه ينافس ماني وابراهامي على جائزه افضل لاعب وسط في افريقيا، ويمكن الكاف اعلن عن منافسه النيجيري جونيور اجاييه لاعب النادي الاهلي والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي والجزائري ياسين ابراهيمي على افضل لاعب وسط هجومي في افريقيا. يمكن الكاف لاول مره بيفتح التصويت للجمهور، عشان كده لو احنا عندنا القدره ان احنا نصوت لجنرال اجاييه فده يبقى حاجه مميزه جدا من جمهور النادي الاهلي طبعا عبر صفحه موقع التواصل الاجتماعي للكاف، فبالتالي ان شاء الله لو ده نقدر نعمله احنا كجمهور اهلي يبقى حاجه جميله جدا، لان طبعا بيأثر بشكل كبير. طبعا الجائزه هتكون موجوده في العاصمه او تسليم الجائزه هيكون في العاصمه الغانيه اكرا يوم الخميس القادم. طبعا بخصوص مباراه السوبر المصري او السوبر المصري اللي هيقام ان شاء الله في استاد هزاع بن زايد ما بين الاهلي المصري والمصري البورسعيد يوم 12 ان شاء الله، تم اختيار او اسناد مهمه التحكيم للاماراتي محمد عبد الله، وده من الحكام المميزين المرشحين لتولي مباريات في كاس العالم ان شاء الله في روسيا 2018. ده حاجه طبعا مميزه اخواتنا العرب، وطبعا امامنا على صوره هذا الحكم محمد عبد الله ان شاء الله كامل التوفيق ليه واداره هذه المباراه بشكل جيد بامر الله. عندنا تجارب كتير يعني في التحكيم العربي للمباريات المهمه في الدوري المصري او في البطولات المصريه. برزنتيشن على حقوق بث حفل الكاف لاختيار افضل الافضل في عام 2017. دائما زي ما احنا شايفين برزنتيشن بتحاول في كل او شركه برزنتيشن في الفتره اللي فاتت بتحاول انها تكون متواجده في المجال الرياضي بشكل مميز جدا. حاجات كتير ممكن تكون كانت بعيده عن متناول الايدي المصريه او الحقوق المصريه في ان انت تشوف مباراه او تكون موجود في حفل مميز، دي الامور دلوقتي برزنتيشن بتحاول تقدمها من خلال طبعا الاستاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن راعي القناة النادي الأهلي والكرة المصرية واتحاد الكرة. أكيد دي حاجة مميزة أنك تشوف هذا الحفل اللي هيكون مميز، وأكيد إن شاء الله هنشوف نجوم كتير مصريين في هذا الحفل، وطبعا بالأخص محمد صلاح نجمنا
ان شاء الله يكون متواجد في هذا الحفل ويحصل على احسن لاعب في افريقيا، وده اللي احنا نتمناه بامر الله. فبالتالي دي حاجه سبق او رايتس موجوده او حقوق موجوده بالنسبه لبرزنتيشن احنا هنشوفها من خلال طبعا شاشات التلفزيون المصريه. خلينا اقول مباراه اتلتيكو ان شاء الله سوف تقام غدا ان شاء الله، وهنكون لينا تغطيه خاصه لهذه المباراه حصري طبعا على قناه الاهلي. الاهلي واتلتيكو في مباراه تحت شعار السلام، رساله سلام من ارض مصر. بالتالي بكره ان شاء الله هيكون طاقم التحكيم واللي تم اختياره تكريما لهما كابتن يعني محمد فاروق وكابتن سمير عثمان، وده هيكون بالتناوب ما بينهم. بس كابتن سمير عثمان هيكون في الشوط الاول وكابتن محمد فاروق هيحكم الشوط الثاني، وده تكريما بشكل كبير للاثنين دول. اعتقد ان هما حكام مميزين، بالتالي كل التوفيق اليوم، وهيعاونهم طبعا كابتن ايمن دجيش وكابتن عبد الفتاح ريشه ومحمد الحنفي حكم رابع، وكل من محمود بسيوني ومحمد الصباحي حكم خامس. ده بخصوص ماتش اتلتيكو غدا بامر الله. طبعا ده صلاه الجمعه بالنسبه لفريقنا، ودي كواليس مكان الاقامه. وطبعا صلاه الجمعه زي ما بقول لكم احنا كلنا يوم الجمعه بنبقى سعداء بهذا اليوم بصلاتنا وصلاه الجمعه طبعا، وكل واحد في صلاته بيبقى حابب ان هو يعيش روحانيات معينه. فبالتالي النهارده ده فريق النادي الاهلي النهارده وهو بيقيم صلاه الجمعه. المستبعدون من مباراه بتروجيت ينضمون لمعسكر الاهلي. كابتن حسام البدري قرر ان يتم استدعاء اللاعبين اللي خرجوا بره التشكيله او القائمه الخاصه بمباراه بتروجيت اليوم، ويكونوا متواجدين في اسكندريه ان شاء الله للاستعداد لمباراه اتلتيكو. طبعا بعض اللاعبين خرجوا من القائمة الخاصة ببتروجيت، ولكن تم استدعائهم للاستعداد لمباراة أتلتيكو غدا، ويكونوا متواجدين إن شاء الله في هذه المباراة الودية الاحتفالية الكبيرة اللي هتكون غدا في ملعب أيضا برج العرب تحت شعار من أجل السلام. طبعا ده وصول أتوبيس النادي الأهلي لاستاد برج العرب، إن شاء الله طبعا كل التوفيق ليهم، يكون أعلى تركيز بالنسبة لهم إن شاء الله. طبعا عودة رامي ربيع معانا على الشاشة لفريق النادي الأهلي النهارده هيكون ليه عامل إيجابي في خط دفاعنا بأمر الله في حالة وجوده. بالنسبة للماتش بتاع بكرة، لأن احنا لو هنتكلم النهارده على ماتش بتروجيت في بطولة الدوري، ماتش مهم وليه ثلاث نقاط مهمين جدا هيخلينا يعني إن شاء الله الامور تستقر معانا بشكل كبير في حاله ان شاء الله الفوز بامر الله. لكن احنا بنتكلم على بكره، لان بكره هيكون في جمهور، ويهمنا جدا الجمهور هو بكره داخل يبقى مبسوط وسعيد والامور تبقى سهله وسلسه من خلال تواجدهم والتشجيع بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ورؤيه نجوم كبار هيكونوا موجودين سواء من الاهلي او من دول عربيه او حتى من فريق اتلتيكو طبعا اللي بيضم مجموعه كبيره جدا من نجوم اتلتيكو مدريد، وهيكونوا موجودين في استاد برج العرب غدا. الاجتماع طبعا الامني اللي اسفر طبعا عن بعض الامور والضوابط والاجراءات المنظمه لحضور هذه المباراه، ان شاء الله المباراه بكره هتكون الساعه 8، وطبعا يهمنا جدا يبقى الامور بشكل مميز. طبعا الاجتماع حضر فيه كل من اللواء مصطفى النمر مدير امن اسكندريه، واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث اسكندريه، واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي طبعا، ووليد مهدي مدير اداره المباريات، ممثلين عن الاهلي. وتم الاتفاق على الاتي عشان بس نبقى سامعين هذه الامور بالنسبه لجمهورنا اللي هيكون متواجد بكره في مباراه اتلتيكو باستاد برج العرب. ان شاء الله الباب هيتفتح من الساعه 2 الظهر على ان يتم غلقه الساعه 6، او لو الساعه اكتملت بشكل كبير بالنسبه لهذه المباراه، الساعه المقرره بامر الله. تم اتفاق على تواجد فريق طبي من الهلال الاحمر في جميع ارجاء الملعب لتوفير الخدمات الطبيه للجماهير باشراف النادي الاهلي. تم الاتفاق طبعا يعني عشان بس نبقى متفاهمين، دخول الجماهير هيبقى عامل ازاي؟ لحاملي الدرجه الموحده هتكون من بوابه 5 و6 و7 و8، وده اللي تم الحجز منه من خلال نظام الحجز الالكتروني بالنادي، عشان بس الناس تبقى وهي بتسمعني عارفين اللي حجز بالنظام الالكتروني عن طريق موقع النادي هيخش من 5 و6 و7 و8، وده بالنسبه للدرجه الموحده. اما باب 3 لدخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجه الاولى. باب 2 ان شاء الله بيتم تخصيصه لكل من الضيوف والساده الاعلاميين والصحفيين والمصورين والقنوات الفضائيه المسموح ليهم ان شاء الله بالتواجد بكره في المباراه. تخصيص باب رقم 10 للجماهير حاملي تذاكر
المقصورة الأمامية. أما باب رقم واحد فللسادة الضيوف حاملي تذاكر الفي آي بي، ده بالنسبة لدخول جماهيرنا وجماهير والضيوف والسادة الإعلاميين والصحفيين والمصورين بالنسبة لمباراة الغد. يمكن أيضا يعني أهم حاجة إن احنا بنقول في بعض الأمور الخاصة بسلامة الجماهير، سواء بقى للدخول والخروج واثناء طبعا مشاهده المباراه في الاستاد، بعض الامور الخاصه طبعا بحوزه بعض الامور، الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده معاكو او اللي انت مش محتاج تبقى موجوده معاك داخل الاستاد. طبعا اهم حاجه ان احنا نطلع بصوره مشرفه تليق بسمعه مصر وبسمعه النادي الاهلي، وده اللي احنا نتمناه. يمكن تم تحديد قائمه من المواد الممنوع دخولها الملعب، وهي تشمل الاجسام الصلبه والخشبيه، ومنها طبعا لو الباور بانك اللي انت بتشحن بيه الموبايل ممنوع برضو من دخول الاستاد، ممكن طبعا في ناس بتستخدمه استخدام سيء. ايضا الحقائب الى جانب اللافتات المسيئه، طبعا ما فيش اي لافتات ممكن تكون سياسيه او 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 من ذلك القبيل تكون موجوده داخل الاستاد. طبعا هيئه سكك الحديد تم تخصيص قطارين من القاهره الى الاسكندريه والعكس من خلال تذكرة موحدة مخفضة بقيمة 25 جنيه للذهاب وإياب لتسهيل حضور الجماهير للمباراة، على أن تقوم الشركة الراعية للنادي بتوزيع هدايا على الجميع وتقديم بعض المفاجآت. طبعا ده بالنسبة للمباراة غدا إن شاء الله، الناس تستمتع بكرة من خلال البث اللي هيكون إن شاء الله على قناة الأهلي، ويكون مفاجآت موجودة من خلال تواجد بعض النجوم في القناة، وان شاء الله ايضا تكون مباراه جيده من خلال لعبتنا في الملعب وتبقى مباراه ممتعه، ده اللي احنا نتمناه. اما بخصوص بقى ان شاء الله مباراه اليوم، احنا عارفين النهارده ان شاء الله مباراه قويه للنادي الاهلي، احنا المباراه الاخيره امام سموحه تعادل ايجابي 1-1، جمهور الاهلي اكيد عنده حاله من الحزن او الزعل على النقاط اللي بتضيع، يعني اسف وادي دجله انا اسف، فبالتالي النقاط اللي بتضيع دي اعتقد انها في المشوار اللي انت عايز تحافظ على بطوله الدوري بتبقى طبعا مؤلمه بالنسبه لنا، لكن ان شاء الله احنا عندنا ثقه في اللاعبين والجهاز الفني ان احنا ان شاء الله من المباراه دي نتمنى ان شاء الله ان تبقى في مكاسب متتاليه، حتى ان شاء الله تكون انت موجود في بطوله الدوري في المركز الاول. طبعا انت عندك مباراتين مؤجلتين هما النصر والمقاولون، ان شاء الله مباراه النصر هتتلعب يوم 3/2 يناير، دي المباراه الاولى اللي هيتم طبعا لعبها، ولسه في مباراه المقاولين ان شاء الله هتكون في شهر 2. ولكن زي ما بقول لكم، انت لو انت في المركز الثاني وعندك 30 نقطه فان شاء الله كل مباراه انت لازم تلعبها على حده هتكون مهمه جدا بالنسبه لك، لان خلاص انت لو كسبت المباراتين دول ونادي الاسماعيلي فضل برضه يكسب انت هتتقدم عليه في النقاط وتبقى في مركز اول بفارق نقطتين، ولكن طبعا في حاله ان شاء الله ان احنا نكسب هذه المباريات او مباراتين المؤجلتين. يعني ده بالنسبه لمباراه اليوم، مباراه صعبه، مباراه امام مدير فني جيد كابتن محمد يوسف، عارف قبل كده لاعب النادي الاهلي ازاي وبيلعب امامه ازاي، ايضا هو واحد من اللاعبين المميزين وعارف طرق اللعب داخل فريق النادي الاهلي، لكن احنا اعتقد ان احنا عندنا الدوافع قويه، الشكل كمان والجلسات اللي ممكن كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني قعدوا مع اللاعبين وقعدوا حته المراجعه مع النفس وايه الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها واللي المفروض الفتره الجايه نعملها او نعمل ايه عشان نحسن هذه النتائج، اعتقد انها تجيب نتيجه ايجابيه في شكل كبير في مباراه اليوم والمباراه القادمه. طبعا احنا مباريات الجوله 16 اتلعب منها بعض المباريات، منها انبي امبارح والنصر وتعادل ايجابي 1-1، ومباراه الاسماعيلي والرجاء 5-0 للاسماعيلي، وكان في مباراه امبارح كانت قوية جدا ما بين المصري البورسعيدي وطنطا وفوز المصري البورسعيدي 6-3 أنا آسف، بالتالي مباراة كانت قوية جدا بالنسبة لفريق المصري ويمكن كافح فيها بشكل كبير فريق طنطا. يعني ده بخصوص الجدول او بعض المباريات، طبعا هتستكمل مباريات الاسبوع من خلال مباراه الاتحاد والمقاصه اللي شغاله دلوقتي، وايضا الاهلي وبتروجيت، ثم مباراه الغد الداخليه وسموحه والاسيوطي سبورت والزمالك والمقاولون العرب وطلائع الجيش والانتاج الحربي ووادي دجله. لكن في الاول وفي الاخر احنا
النهارده موجودين عشان نغطي هذه المباراه، مباراه بتروجيت والاهلي. نتمنى ان شاء الله انها تبقى مباراه قويه. هنتكلم في الفنيات كل ما يخص هذه المباراه من حيث التشكيل، بحيث بعض الامور اللي ممكن استجدت من خلال بعض اللاعبين اللي دخلوا زي رامي ربيعه، بعض اللاعبين اللي ممكن نتمنى ان شاء الله ان هم موجودين يبقى في حالتهم النهارده، عشان كل ما اللاعبين تبقى في حالتها الطبيعيه واللي احنا متعودين عليها، كل ما اداء الفريق بيرتقي وبيرتفع وان شاء الله الفوز بيبقى حالتنا. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا كابتن محمد حشيش نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وايضا كابتن رضا شحاته نجم مصر ونجم النادي الاهلي، للحديث عن هذه المباراه قبل وبعد المباراه. بحثاً عن الفوز واستعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع وادي دجلة، يستدرج الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي نظيره بتروجيت عند 7 مساء اليوم على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 للدوري. ويدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 30 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، فيما يحل بتروجيت على اللقاء في المركز 11 وله 17 نقطة. ويسعى حسام البدري المدير الفني للأهلي لاستعادة ذاكرة الانتصارات وتعويض التعادل الذي تعرض له الفريق في الجولة الأخيرة أمام فريق وادي دجلة، خصوصا وأنه يعي تماما أن الفوز في مبارياته المقبلة يصعد به مباشرة إلى صدارة الجدول. وعقد المدير الفني عدة جلسات مع لاعبيه خلال الساعات القليلة الماضية، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز لكسر حالة عدم التوفيق التي لازمت الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن جماهيرهم تنتظر منهم الفوز واقتناص 3 نقاط قبل مهرجان واحتفالات أتلتيكو مدريد غدا. وشهدت التدريبات الأخيرة قيام المدير الفني بالتركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء، خصوصا أحمد فتحي وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وحسام عاشور، باعتبار التسديد إحدى الطرق للوصول إلى مرمى المنافس في ظل التكتلات الدفاعية المتوقع أن يلجأ إليها لاعب بتروجيت خلال المواجهة. ولقد ضمت قائمة المباراة كل من محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السلية وعبد الله السعيد وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو ومحمد هاني وميدو جابر وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وإسلام محارب وكريم ندفد وأكرم توفيق وأحمد حمودي وحسين السيد وبكماني مالهمبي. وينتظر أن يعتمد البدري على العديد من الأوراق الرابحة في مواجهة اليوم أملا في حسم اللقاء مبكرا، وفي مقدمتهم المتألق أحمد فتحي وعلي معلول وعبدالله السعيد وحسام عاشور ومؤمن زكريا ووليد سليمان ووليد أزارو. من جانبه شدد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي على ثقة الجهاز الفني في تحقيق الفوز في المباراة ومواصلة المشوار نحو استعادة الصدارة المفقودة، مؤكدا أن النتائج التي تعرض لها الفريق مؤخرا واردة في كرة القدم ولن تؤثر على مسيرة الفريق في مشواره نحو الاحتفاظ باللقب المحلي للعام الثالث على التوالي، خصوصا أن فريقه يضم بين صفوفه أفضل مجموعة من اللاعبين في الدوري المحلي. على الجانب الآخر يدخل محمد يوسف المدير الفني لبتروجيت المواجهة واضعا نصب عينيه كيفية تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم وتعويض سلسلة النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق منذ بداية الدوري والتي أدت إلى توليته للمهمة مؤخرا. وحرص يوسف على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الدفاعية وأبرزها الرقابة اللصيقة لوليد أزارو ومنعه من الانطلاق بقوة نحو منطقة الجزاء. واعترف يوسف أنه يواجه فريقا هو الأفضل بكل المقاييس والمرشح الأول للقب، لذلك سيتعامل مع المباراة بكل حذر. كل التوفيق لأبناء القلعة الحمراء في تخطي عقبة بتروجيت واقتناص 3 نقاط.
بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه. اكيد زي ما احنا شفنا كده في تقرير عن المباراه، مباراه بتروجيت والاهلي النهارده طبعا في الجوله 16، مباراه هتبقى مثيره. انت دوافع موجوده عندك، انت ممكن سلسله الانتصارات توقفت امام وادي دجله، يمكن ايضا فريق بتروجيت عنده مشاكل في الفتره اللي فاتت، خسر من الاسيوطي 2-1 في اخر مباراه، فبالتالي ايضا عنده دوافع النهارده ان هو يعمل معاك نتيجه جيده. ودائما زي ما بقول لكم اولاد النادي الاهلي بيعرفوا يلعبوا النادي الاهلي بشكل مميز. كابتن محمد يوسف من المدربين الموازين وحصل مع النادي الاهلي على بطوله افريقيا وعارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف ازاي يتعامل مع فريق النادي الاهلي. لكن خلينا واحنا بنتكلم دايما ان إرادة اللاعبين وثقتهم بنفسهم هم اللي بيحولوا أي مباراة لمباراة سهلة لو هم عايزين، فبالتالي إن شاء الله يكونوا زي ما بقول لكم في حالتهم الطبيعية النهاردة ويكونوا عايزين هذه المباراة بشكل جدي وجاي إن شاء الله تتعدي بشكل جيد. عامة زي ما بقول لحضراتكم مباراة قوية ووصول أتوبيس أو الباص الخاص بفريق بتروجيت. طبعا كابتن محمد يوسف على شاشة، طبعا الجهاز الفني واللاعبين بيكونوا متواجدين، حالة من التركيز طبعا بشكل كبير لفريق بتروجيت بيلعب فريق كبير زي النادي الاهلي. كابتن عادل مصطفى طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ايضا، فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا النهارده للحصول على 3 نقاط والوصول لنقطه 33 ويقترب ايضا من فريق نادي الاسماعيلي، ويبقى مباراتين مؤجلتين بالنسبه لنادي الاهلي، مباراه النصر ان شاء الله اللي هتكون في شهر يناير، ثم مباراه المقاولون العرب ان شاء الله هتكون في شهر 2. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا، والمباراتين دول تتصدر بطولة الدوري في حالة إن شاء الله المكسب بأمر الله في جميع مبارياتك القادمة. طبعا هيبقى في تعليق فني على هذه المباراة، لكن خليني أقول لكم بمباراة بخصوص مباراة بكرة. مباراة بكرة إن شاء الله فريق أتلتيكو هيوصل النهاردة، وفي مؤتمر صحفي خاص بهذه المباراة هيكون موجود بكرة من خلال فريق أتلتيكو. طبعا من خلال هذا المؤتمر هيوصلوا رسالة السلام اللي هي الهدف الأول والأساسي من هذه المباراة وتواجدهم هنا في ارض السلام مصر في استاد برج العرب واسكندريه، طبعا المدينه الجميله. هم ان شاء الله هيلعبوا المباراه ثم يغادروا مباشره لاسبانيا. طبعا زي ما بقول لكم هم فريق جايين يلعبوا مباراه جديه استعدادا لاستكمال مشوارهم في بطوله الدوري اللي هم في المركز الثاني حتى الان، هو شبيه شويه لفريق النادي الاهلي في مركزه في الدوري الاسباني. طبعا احنا عارفين سيميوني من المدربين المميزين ودائما مدرب جدي جدا، يعني حتى واحنا بنتكلم دايما على سيميوني وفريق اتلتيكو مدريد هو واحد من المدربين اللي عملوا الشكل لهذا الفريق منذ فتره. طبعا اشتراكه في بطوله اوروبا هو ما حصلش عليه، ولكن كان وصيف طبعا الدوري الممتاز الاسباني او الدوري الاسباني الليجا، اعتقد انه حصل على 10 بطولات هذا الفريق، ايضا على كاس الملك اسبانيا 10 بطولات، فبالتالي لا فريق صاحب بطولات وفي نجوم كتير هيكونوا متواجدين. يعني ممكن مش هيغيب كتير، يعني عندنا بس 3 لاعبين هيغيبوا عن فريق اتلتيكو مدريد غدا، دييجو جودوين وخوسيه غوميز ونيكولاس جاتيان، دول هم اللي هيغيبوا بس عن فريق اتلتيكو مدريد، اما باقي اللاعبين المميزين فمتواجدين ان شاء الله في مباراه الغد. خلينا بقى نروح نتكلم على هذه المباراه، مباراه الاهلي وبتروجيت في الاسبوع 16. ويمكن واحنا بنتكلم على الاسبوع 16 زي ما احنا شايفين الدوري مشتعل بشكل كبير، فرق متعطشه دايما للمكسب سواء كانت كبيره او صغيره، فبالتالي بتلاقي منافسه قويه في كل مباراه. عشان نتكلم بقى على المباريات كلها بدايه من اولى المباريات كانت انبي والنصر، ثم امبارح كان في مصري البورسعيدي وطنطا هنتكلم عليها، وايضا مباراه الاسبوع ده ان شاء الله استكمال المباراه في مباراه دلوقتي شغاله مباراه الاتحاد والمقاصه وتعادل ايجابي 1-1. هنتكلم طبعا مع نجومنا كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن محمد حشيش. كابتن محمد برحب بيك. اهلا بك كابتن. منور يا كابتن. رب الله يخليك. ايضا كابتن رضا شحاته نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك كابتن رضا. يا كابتن فاروق اهلا وسهلا. في الاول كابتن يعني مباراه، خلينا نتكلم على اتلتيكو الاول ورايكم ان شاء الله في مباراه الغد، وبعد كده نروح نتكلم على الاسبوع 16 كده والنتائج اللي فيه اهداف كتير، يعني من خلال مباراه زي امبارح كده 6-3 دي اهداف كتير. طيب مباراه الغد ان شاء الله كابتن ورؤيتك ليها كده، وحاجه جميله طبعا وجود فريق كبير في طبعا دي عاده النادي الاهلي استضافه الانديه الكبيره على مستوى العالم اكبر الانديه. شفنا قبل كده ريال مدريد وبرشلونه بتمر القائمه باتلتيكو مدريد ان شاء الله المباراه اللي جايه. طبعا طبيعه المباراه دي هي طبيعه مباراه وديه بس بتاخد شكل الجدي طبعا، يعني فرق قويه لها اسماء كبيره تاريخ كبير ما بيجيش يهزر، حتى في الماتشات الوديه بيبقى عارف ان هو الفرق اللي بتلعبه بتلعب بكل قوتها عايزه تثبت نفسها قدام نادي كبير وعريق واسم كبير.
طبعا الفرق الكبيره دي بتبقى خايفه على تاريخها واسمها، بتلعب بكل قوتها، ويهمها طبعا في المقام الاول طبعا تعمل مباريات كويسه ومكسب. لو نيجي نبص للنادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي دايما متفوق على الانديه الاوروبيه اللي بيستضيفها. شفناه قبل كده طبعا مع فرق كبيره، ريال مدريد وروما طبعا مباريات قويه جدا. اعتقد ان شاء الله باذن الله ان المباراه اللي جايه هتبقى مباراه كويسه، يبين النادي الاهلي مستوى الكوره بتاعت النادي الاهلي ومستوى الكوره المصريه. واعتقد ان شاء الله باذن الله ان هو هيقدم مباراه قويه وهيعمل نتيجه كويسه. الواحد هيستمتع كمان بوجود الجمهور يا كابتن، وده الاهم يعني، ده الحقيقه صحيح. الواحد هيبقى سعيد بيه ان شاء الله. تخرج المباراه بشكل جيد. كابتن رضا لو عندك تعليق على مباراه الغد. لا تعليق، اللي انت يمكن انت اللي نهيت بيه او انت اللي علقت عليه هو جمهور، يمكن يعني ده الحاجه الوحيده اللي احنا بنحاول دايما ان هي تبقى متواجده في مباريات كره القدم. لان احنا لو بنتكلم على التأثير اللي حاصل في الدوري كمستوى فنيات، هو التأثير بسبب غياب الجمهور يعني في كل الفرق، وده واضح من وقت ما بقاش في جمهور بدأت الكرة في مصر عموما، الفنيات بدأت تقل بشكل واضح يعني. فدي حاجة ترجع جمهور، وأتمنى ان يبقى حاجة تبقى بتطلع بالمظهر اللي احنا بنتكلم عليه، وان احنا دايما متعودين بيه من جمهور نادي الأهلي ولعبة نادي الأهلي. دايما المباريات الكبيرة دي بتفرق معانا، ماتش ريال مدريد، روما، الحاجات دي كلها حاجات وديه متغلفه بحاجه رسمي زي ما بيقولوا، بنغلفها بشكل رسمي. اللعيبه في اوروبا ما عندهمش حاجه اسمها مباراه وديه، يعني عندهم ثقافه ان دي مباراه بتتحسب عليه كفرقه، نتيجتها برضو بتتحسب عليه حتى لو مباراه وديه. فرقه كبيره بتلعب في بطوله اوروبا، ليها وضع في وكيان في الدوري الاسباني، فالمباراه هتبقى قويه ان شاء الله، ونتمنى ان تطلع بالشكل اللي احنا بنتمناه في الفتره اللي جايه. ده اللي احنا نتمناه طبعا، وهي تبقى احتفاليه يا كابتن كمان. هتبقى برضه تجربه لعوده الجماهير، ولا كل مره بنقول كده؟ والله احنا في الفتره اللي فاتت وانت بتشوف مباريات منتخب مصر اللي احنا وصلنا من خلالها كاس عالم، مباراه الاهلي نهائي افريقيا امام الوداد، وقبلها الترجي او النجم انا اسف، والترجي برضه يعني. فبالتالي انت بتشوف الشكل حلو، شكل جميل، وينبئ او يبشر بخير ان شاء الله في حاله الجمهور. في التزام يا كابتن، هم عايزين خلاص، اللي حصل حصل في وقت من الاوقات. تمام. والجمهور عارف قد ايه يستمتع في الفتره الجايه بكره القدم، وده اللي احنا اتمناه. دينا بس بنشوف. لازم افروق يبقى في خطوات، يعني خطوات بقى لعوده الجمهور في المسابقه الرئيسيه بتاعتنا اللي هي الدوري. كمان في القصه دي يا كابتن، معلش يا كابتن فاروق، اتفضل. ان لما بيبقى في جمهور كتير ما بيحصلش مشكله، لما بيبقى الجمهور بيبقى قليل بيحصل مشكله، ودي غريبه جدا يعني. دي ظاهره انا مش قادر احط ايدي على نقطه معينه فيها. لما بيبقى جمهور عدده كبير في المدرج مفيش مشكله بتحصل، لما العدد بيبقى قليل شويه صغيرين اللي بيعملوا شويه كمدا. صغيرين بيعملوا مشكله، فانا مش عارف هي المشكله في ايه، مع ان المفروض العكس. طبعا السيطره على طبعا الشويه الصغيرين دول مش هيبقى زي السيطره على 60 70 الف المفروض، ولكن العكس بيحصل يعني. بنأمل يعني ان ربنا يسهله الدنيا. طبعا دي احد المباريات العالميه بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي وروما طبعا اللي كانت موجوده في الامارات. ولكن انا عايز اقول لك كابتن، الاهلي هو اكثر الانديه اللي بتستعد لعوده الجمهور، هو النادي اللي عمل قاعده بيانات لجمهوره، هو اللي عمل التذاكر الالكترونيه بالنسبه لجمهوره. لازم عشان برضو ما احنا لازم نستعد، كل الانديه تستعد. انت عندك كام نادي شعبي موجود في الدوري الممتاز مثلا؟ هو ده اللي انت بتتكلم فيه، اربعه خمسه تقريبا. طيب يعني تعميم التجربه نفسها ومحاوله التعميم التجربه عشان تبقى امور سهله بالنسبه للانديه في حاله طبعا دخول جماهير. يعني مثلا في مباريات كتير مش هيخش اكتر من 5000 متفرج مثلا، في مباريات مثلا حتى للنادي الاهلي. طب اقول لك على حاجه فاروق، اقول لك على حاجه بصراحه. انا بحس ان في انديه كتير في الدوري مش فارق معاها الجماهير. هو اكتر هو واحد مش عايز الجمهور طبعا، اكتر واحد ما عندهاش اصلا، اكتر واحد يعني خسران من الموضوع ده هو النادي الاهلي اللي هو اكبر شعبيه، وهو بنقول دايما جمهوره نمره واحد في عوامل المكسب للنادي الاهلي والمؤازره والمساعده، فهو اكتر واحد لازم يبحث عن ويهمه عوده الجماهير. انما اي فرق ثانيه مفيش اي جمهور، اي نادي في ليه جمهور. مع احترامي برضو للانديه الشعبيه الثانيه، برضو انديه يعني الجماهير بتاعتها مش زي جماهير النادي الاهلي وبقوه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي هو طبعا الاكثر متضرر واكثر واحد خسران من عدم وجود الجماهير في المدرجات. عشان كده احنا بقول لك احنا بنستعد بشكل قوي جدا، واستعدينا ان شاء الله في حاله عوده الجمهور. اكثر الجماهير هتستفاد من دخولها
او دخول الجماهير مره اخرى. هو جمهور النادي الاهلي هيكون بسلاسه، وده زي ما احنا شايفين حتى صحيح. احنا بنتكلم بنقول ان شاء الله بكره هيكون دخول الجماهير منين وازاي وكده، تم على طول بتنظيم بالنسبه للنادي الاهلي بيبقى مختلف، صحيح عنده جزئيه احترافيه بشكل كبير، وده دائما هو ده النادي الاهلي. طبعا زي ما احنا بنقول لكم كده، دي مباراه من مباريات العالميه اللي لعبها النادي الاهلي. طبعا احنا لعبنا روما هنا لو تفتكر كابتن رضا في مصر هنا، لكن دي كانت في الامارات، في الامارات في الاستاد هزاع بن زايد، ومباراه هنا كسبناهم 2-1 طب يكابيلو كان المدير الفني في التوقيت ده، كان في كيوتي وباتستوتا ومجموعه من اللاعبين المميزين جدا في دي المباراه، لكن احنا يمكن الشكل رائع بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في اي مكان بيكون فيه، سواء في الامارات في السعوديه في مصر هنا، الوضع بيبقى جميل، عشق لهذا النادي والجمهور ده دائما ذواقه بيفهم بشكل كبير. كابتن محمد طبعا لا شك طبعا الجمهور، يعني شوف المباراه اللي كانت في الامارات دي حاجه، طبعا حاجه تفرح، شكل الجمهور يفرح، يعني مين ما ينزلش من اي لعيب ينزل الملعب ويشوف الجمهور ده والتشجيع ده وما يلعبش وما قديش وما يبذلش كل طاقته، ده طبعا يبقى لا يستحق ان يبقى موجود في النادي الاهلي. واعتقد ان يعني لعيبه النادي الاهلي ذات عودتنا قدام الفرق الكبيره انها بتبذل كل طاقه وبتدافع عن اسم وتاريخ وفانيله النادي الاهلي، وبتعمل دايما الحمد لله نتائج كويسه. لان انا اعتقد ان شاء الله بكره برغم قوه المنافس ومدربه الفني الكبير سيميوني، ده طبعا من المدربين اللي انا شخصيا على المستوى الشخصي انا بحبه، عامل طفره مع الفرقه طبعا، انما اعتقد رجاله النادي الاهلي ايا كان مين اللي هيبقى موجود بكره، تجربه كويسه، تجربه هتدي النادي الاهلي برضو دافع ان شاء الله لاستكمال بقيه مباريات الدوري، مع طبعا استعداد كويس لمباراه طبعا المصري في الكاس ان شاء الله، فبالتوفيق ليهم ان شاء الله. في الحقيقه انا مش عايز احول كلامي عن مباريات العالميه لانها بتبقى ممتعه جدا، فمضطر ان انا بقى نحول كلامنا لمباريات الدوري الممتازه في يعني الاسبوع 16. لا وبعدين طبعا ممتعه، خلي بالك بص بقى الملعب والجمهور والتصوير، يعني كل العناصر موجوده ان شاء الله، فانت استحاله تغير نقلب على الدوري، ما ينفعش المرحله دي ان شاء الله. وقربنا يعني، انا يعني الصراحه يعني حتى وانا بتكلم في البدايه وبنقول ان احنا شركه برزنتيشن بتاخد حقوق حفل الكاف ان شاء الله الافضل، انت جاي في الطريق بتاخد كويس. بعض الخطوات ان شاء الله تكون مميزه جدا، شفنا بعض المباريات اللي بتتصور بشكل مميز جدا وده حاجه مميزه جدا. كابتن رضا خلينا نبتدي بالاسبوع 16 واللي ابتدى يوم الاربعاء بمباراه ام بي والنصر وتعادل ايجابي 1-1. دائما يعني واضح جدا بالرغم ان ام بي هو كان عينه على يبقى متواجد في المربع الذهبي، ولكن فريق النصر دائما بيحقق مفاجاه مع الفرق الكبيره وماشي بشكل كويس. كابتن رضا يعني 1-1 اعتقد انها نتيجه ايجابيه جدا لفريق النصر. كابتن سيد عيد نتيجه ايجابيه لنادي النصر طبعا، ولكن لازم نحط نقف هنا عند نادي انبي. الشكل اتغير تماما، بقى في شكل اللعب، في طريقه لعب واضحه، نتائج ايجابيه جدا الفتره اللي فاتت كلها. لما بتيجي تقع بقى، هو بالنسبه له لما بتيجي تقع بتقع بتخسر او بتتعادل، لما بتتعادل بتبقى الامور مقبوله، هي الخساره هي اللي بتعمل ازمه او هي اللي بتعمل دباكه في الفرق اللي هي بتبقى ماشيه بخطى ثابته. انما في المجمل الفتره الاخيره كابتن ايهاب جلال عامل شكل لنادي انبي، وبقى في طريقه لعب وبقى ليهم اسلوب وبقى يلعبوا كره من تحت. فلما نيجي نتكلم ان لازم نتكلم على الحاجات الايجابيه للمدرب، مش دايما نتكلم النتائج هي اللي بتحكمنا، لان في وقت بتبقى مدرب عامل شغل كويس قوي وممكن النتائج ما تساعدوش، يعني في الاخر التوفيق ما فيش توفيق. يعني لو بنتكلم على النادي الاهلي في المباريات الاخيره برضو كان في مباراه المقاصه، لو في توفيق كان النادي الاهلي يكسب المباراه، ولكن اوقات التوفيق ما بقاش معاك، انت دايما تحافظ على كيانك على شكلك في الملعب، مستواك كتيم كامل مع بعض ده المهم، ولكن في بعض الاوقات لما يبقى الحظ مش واقف معاك ده وارد في الكوره. فنادي انبي هنا ماشي بخطى ثابته، شكل العام هايل، في كره تتلعب من تحت، بيطلعوا بالكره من تحت بشكل محترم، فرض اسلوبه على نادي انبي الفتره اللي فاتت. نادي النصر الخطوات بالنسبه له ان البونت بالنسبه له مكسب طبعا، ولكن برضو انا شايف ان المجموعه اللي هي اللي طالعه من السنه دي برضو نفس الازمه، في ناس بتنزل وبتطلع،
ما بنحسش بيهم برضو. هم نفس القصة يعني. الرجاء وطنطا والنصر تقريبا نفس الكيس واحدة. صحيح. السنة اللي فاتت نزلوا وطلعوا تاني. فأنا مش فاهم يا بس في تخطيط ولا ما فيش تخطيط للفرقة دي بتطلع عشان تبقى موجودة بشكل واضح ويبقى لها وضع. نتكلم على الأسيوطي مثلا طلع السنة دي لا قرر ان هو يبقى مختلف. صحيح. قرر ان هو يبقى متواجد بشكل كويس ويبقى موجود اسمه في الدوري. صحيح. فده حصل من التغيرات والاحتكاكات اللي حصلت. فانا شايف ان الـ ان الـ ان النصر بالنسبه له مكسب نقطه، انبي خسر نقطتين، ولكن انبي في الفتره اللي جايه اتوقع ان هيبقى افضل وافضل مع ايهاب جلال. طيب واحنا بنتكلم على مباراه اليوم، في مباراه شغاله، مباراه الاتحاد والمقصه. الاتحاد بيتقدم 2-1 على المقصه حتى الان، والدقيقه 35 الاتحاد بيرجع من جديد. خلينا يا كابتن هنروح للمباراه دي، ولان احنا قبل ما نروح لها هيكون خلصت تقريبا. مباراه انا عايز برضو يعني اضيف حاجه على انبي. انبي والنصر، شايف فرقه النصر ماشيه يعني كويس بالنسبه لوضعها وامكانياتها. احنا عارفين يعني نادي النصر الفرقه الوحيده يمكن اقل عقود لاعبين في الدوري المصري، ناس معظمها سيد عيد اختارها من الدرجه الثانيه، بيلعبوا في الممتاز، فرقه كلها ما فيش خبرات كبيره بالنسبه لهم، زي ما بقول لك عقود قليله جدا جدا، عاملين نتائج كويسه. يعني مثلا المباريات بتاعتهم مثلا فيهم في الدوري المباريات اللي اتلعبت من 15 في حوالي 6 خساره، زيهم زي انديه كبيره زي المقاولين العرب وبتروجيت ومصر المقاصه خسرين نفس عدد المباريات. يمكن هم اللي مخلي الترتيب بس 16 ان هم يمكن تعادلات كتيره قوي يعني، فيفقدوا ال 8 دول بيفقدوهم كتير يعني، انما اعتقد انهم ماشيين. وبعدين في ميزه بالنسبه للنصر، لو تلاحظ على مستواهم من بدايه البطوله الكيرف بتاعهم في الطالع، يعني المباريات بمرور ماتشات بيبتدوا اللعيبه تاخد خبرات، بيتقالوا في الملعب. اعتقد ان نتائجهم في الفتره الاخيره يعني ابتدت تتحسن. انبي طبعا المباراه التعادل بالنسبه مع النصر يعتبر خساره بالنسبه لها، لان طموحات انبي وايهاب جلال طموحات طبعا مربع ذهبي. فطبعا ايهاب جلال عمل برضو شغل كويس من اول ما مسك الفرقه، لان يمكن الترتيب برضو الخامس ده ما يدلش على مستوى الفريق دلوقتي، لان مستوى الفريق خسر مباريات في البدايه قبل ما ايهاب يتولى التدريب الفريق، خسروا مباريات كتيره، دي اللي مخليهم متاخرين شويه في الترتيب. انما اعتقد ان انبي هيبقى لها شان كبير في الدور الثاني ان شاء الله. طيب خليني اكلم معاك كابتن برضو على مباراه الاسماعيلي والرجاء بقى، نروح لها دي برضو. يعني اسماعيلي المنافس للنادي الاهلي، واعتقد ان هو ماشي بشكل مميز. عنده بعض الايجابيات اللي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، طبعا ودي مساعده بشكل كبير جدا في تصدره حتى الان لبطوله الدوري يا كابتن. اعتقد انه فاز على الرجاء 5-0 طبعا يعني. الاسماعيلي عامل مباريات ومستوى كبير خلال الموسم ده مع المدرب اللي انا اتفاجئت ان هو طبعا مشي، ودي حاجه غريبه جدا. انت يعني المدرب بيمشي في فتره صعبه جدا بالنسبه للفريق، فريق متصدر بطوله الدوري، ماشي بخطه ثابته، بيلعب كوره جميله، الكوره الحلوه بتاعت الدراويش اللي احنا يعني ما شفناهاش بقالنا فتره كبيره، في توازن كبير بين الدفاع والهجوم. ويمكن من اسباب وصول الاسماعيلي لهذا المركز وتصدر القائمه هو اهتمامه بالناحيه الدفاعيه اللي ما شفناهاش خلال المواسم اللي فاتت. اثنين قلب الدفاع بتاع الاسماعيلي ابتدوا يبقوا عندهم خبرات كبيره قوي عن المواسم اللي فاتوا، فيهم الناس تفوقت السنه دي بشكل كبير. ظبطت الحته بتاع، لان احنا عارفين ان دايما كره الاسماعيلي كره هجوميه على مر العصور، فلما بيبقى في خلل في الدفاع كان طبعا على قد الاسماعيلي ما ممكن يحرز اهداف، انها ممكن تلاقيه مثلا طالع خسران مثلا 3-2 4-3 حاجات كده. مهتم بالناحيه الدفاعيه، والناحيه الدفاعيه دي لان عارفين طبعا كل فريق بيدافع كويس بيبقى فرصه اكبر للمكسب. اسماعيل ماتش امبارح طبعا انا معتبر ان هو كان وان سايد جيم بالنسبه للرجاء، طبعا يعني نتيجه هي بصراحه انا ما بقولش انها تقيله على الرجاء، لان الرجاء برضو الفتره الاخيره يعني المستوى ما كانش على ما يرام.
طبعا بيلعب متصدر الدوري. المباراه بالنسبه للاسماعيلي 3 بونت لازم يعني اقرب طبعا لل 3 بونت، بل بالعكس كان عايز يقدم كره كويسه وعايز يعمل سكور قوي. شفنا ما اكتفاش بواحد واثنين، لا لغايه اخر لحظه واضاعوا يمكن فرص يمكن اكتر من الاهداف اللي جت. فانا يعني بعتبر المباراه دي وان سايد جيم بالنسبه للاسماعيلي من الاستحواذ والاهداف والكره الممتعه والكره الجميله. فاعتقد يعني ان الرجاء لازم رضا يبصوا لنفسهم شويه، ودخل فتره ممكن التوقف اللي هتيجي في بطوله الدوري لازم ان هو يعيد حساباته، واعتقد ان هو لازم يدعم الفريق في فتره الانتقالات الشتويه، لان في خلل في جميع الخطوط بتاع فريق الرجاء. فاعتقد ان المسؤولين هيبصوا للموضوع ده في انتقالات يناير، وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى لهم يعني ان المستوى يبقى احسن شويه ويقدروا يعني يكملوا الدوري بشكل كويس يعني. طيب كابتن رضا عندك تعليق على المباراه دي؟ لا، تعليق المباراه الاسماعيلي، الاسماعيلي يمكن المشاكل اللي كانت بيمر بها العوامل قبل كده كان عنده مشكله ان ما فيش جماعيه في اللعب، كانت يعني كان بيلعب بشكل فردي، ولكن اول الاسماعيلي ما بيبدا بيلعب بشكل جماعي في الحته التنظيميه الخط الظهر ونص الملعب والهجوم، ما بيلعبوا لعب جماعي بيقدروا ينافسوا وبيقدروا يحصلوا على بطوله كمان لما بيلعبوا بفكر الجماعه ان هي المجموعه. احنا بنلعب كره اللي هي لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. النادي الاسماعيلي الفترات اللي فاتت كلها كان بيلعب بلعب فردي، يعني كل لعيب بيلعب فردي، كل واحد شايف نفسه بس. اول ما بدا يفكر بشكل جماعي بدا نشوف الاسماعيلي اللي احنا بنتكلم عليه، الكره الحلوه، اللعب الجماعي، التنظيم. يمكن سيزون اللي كان الاسماعيلي خد فيه الدوري 2001 كان بنتكلم على الفرق بقى والتشكيل بتاعه، خط الظهر كان ملتزم جدا بشغله، نص الملعب، رؤوس الحربه. صحيح. فدايما الاسماعيلي لما يجي يفكر في فرقه تنافس لازم يدور على فرقه جماعيه، ما يدورش على فرقه كل واحد بيلعب لعب فردي. للمراكز اللي احنا بنتكلم فيها اللي انت دايما بتنافس لازم دايما النادي الاسماعيلي يدور على اللعيبه اللي بتلعب لعبه جماعي من ال10 لعيب فردي. صحيح. زي النادي الاهلي برضو بعد اذنك رضا، لازم برضو نذكر حته برضو الموضوع بتاع الاسماعيلي ده ما جاش من فراغ. الاداره الجديده لازم يشيد بالاداره الجديده. الاداره دي حاجه مهمه جدا. فرقت معاهم، شفنا السنه اللي فاتت مشاكل كتيره في الفريق بين الاجهزه الفنيه وتغيير اجهزه فنيه، شفنا مشاكل كتيره بين لعيبه حتى مع بعضها في الملعب وخارج الملعب، ده طبعا بينعكس عن الفريق. اعتقد الاستقرار اللي اضافه طبعا العثمانيين على نادي الاسماعيلي هو ده نتاجه اللي احنا شايفينه من كره حلوه بتتلعب وتصدر للبطوله يعني. لكن السؤال بقى كابتن رضا يعني سريعا قبل ما اخلص هذه المباراه، بعد يعني اعتذار دي صبري لهذه الفتره القادمه بالنسبه لنادي الاسماعيلي، هل الاسماعيلي هيفضل متواجد بنفس الشكل اللي احنا ممكن شايفينه دلوقتي؟ اتوقع ده، لان احنا لما بنيجي نحسب النقط دايما تدور دايما في المشاكل الاداره ازاي هتتعامل مع الموقف. بس هنا في حاجه نقطه مهمه جدا، ان الاداره هنا الاسماعيليه كلها ابلاء، يعني عندهم قبول للاداره. صحيح. حتى لو عملوا حاجه غلط في قبول من الجمهور، فالموضوع صحيح. بيبقى اهدى. انما لو ما فيش قبول بين الاداره والجمهور العادي هنا هيبقى في مشكله، هيبقى في ازمه. حتى لو انت جبت احسن مدرب في العالم هيبقى في مشكله ان اللعيب دايما الانديه الجماهيريه بيبقى بيتصيد الاخطاء للاداره، ولكن العثمانيين هناك في الاسماعيليه حتى لو عملوا حاجه غلط الجمهور قابلهم. طيب زي الموضوع زي الموضوع اللي احنا فيه ده، ان ما كانش ممكن إقالة المدرب أو إن المدرب يسيب الفرقة وهي صحيح. متصدرة، كان ممكن ما كانش ممكن يعدي على خير في الإسماعيلية، ولا أنا عارف، ولكن عدى عشان إدارة. خلينا بس كباتن بس نروح لزميلنا كريم أحمد من استاد برج العرب، وأكيد طبعا بعض الأمور الخاصة بكواليس ما يحدث في استاد برج العرب لهذه المباراة، مباراة الأهلي وبتروجيت. تفضل كريم. كابتن فاروق، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، هنا من استاد برج العرب والاهلي وبتروجيت في الجوله 16 من بطوله الدوري العام. في البدايه طبعا كالعاده نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، يكون التوفيق حليفه ويستعيد الانتصارات من جديد. يمكن النادي الاهلي مر ببعض المباريات، كان في باد لك سوء توفيق كبير عن النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه، لكن كانت جلسات مستمره من كابتن حسام البدري، اجتماع ايضا كان من لجنه الكره كابتن فاروق بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا رئيس لجنه
الكره بالنادي الاهلي، كان في تحفيز كبير ودعم كبير جدا للجهاز الفني بالكامل، وايضا تحفيز اللاعبين ومطالبتهم طبعا باستمرار الانتصارات خلال الفتره القادمه، فتره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه وبشكل عام خلال المباريات القادمه. لو بستعرض معاك يا كابتن فاروق طبعا تشكيل النادي الاهلي اللي بيبدا طبعا بالشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، في المنتصف حسام عاشور وعمرو السوليه، على الاطراف عبد الله السعيد ووليد سليمان، وفي الهجوم وليد ازارو وبكا ماني. في ايضا الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي احمد عادل عبد المنعم، ميدو جابر، محمد هاني، احمد الشيخ، احمد حمدي، واحمد ياسر ريان، واسلام محارب. في عدد كبير جدا مش غير متواجد طبعا بمباراه اليوم سواء في القائمه او في معسكر فريق النادي الاهلي، لكن اللي بيخرج من القائمه اللي كانت متواجده اليوم صبري حسين السيد واكرم توفيق وكريم ندفد ورمضان مصطفى الناشئ حارس مرمى الناشئ وايضا احمد حمودي. غيابات كثيره طبعا زي ما احنا عارفين بتضرب فريق النادي الاهلي سواء للرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري او ايضا بشكل عام بالنسبه للاصابات زي ما احنا عارفين. لو بتكلم طبعا للرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري كان استبعاد باسم علي وعمرو بركات ومتعب ومؤمن زكريا وايضا عبد الله الشامي، هشام محمد، اجاي، صبري رحيل، صالح جمعه، بجانب سعد سمير ومحمد نجيب للاصابه. لكن اكيد كلنا ثقه في كل اللاعبين المتواجدين في هذه المباراه، ان شاء الله تكون مباراه جيده جدا. يمكن تاخر وصول فريق بتروجيت عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن وصل من اكثر من نصف ساعه، لكن من لحظات وصل فريق بتروجيت، لكن حتى هذه اللحظه كابتن فاروق لم يطلع طبعا التشكيل الخاص بفريق بتروجيت، لكن اكيد في خلال اللحظات القادمه ان شاء الله يكون معانا التشكيل الخاص ببتروجيت. حتى هذه اللحظه كمان يمكن لن يتواجد احد او لم يتواجد احد في المقصوره الرئيسيه الخاصه بالمباراه، لكن خلال الدقائق القادمه ان شاء الله اكيد هيكون متواجد عدد من مجلس اداره النادي الاهلي. في الاخير طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، يعني يكون النهارده الفوز حليفه ويحقق ثلاث نقاط هامين جدا في مشواره نحو الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. لو في استفسار يا كابتن فاروق عوده ليك الاستوديو. اولا يا كريم عايز اسالك على الجو، طبعا الجو احنا عايزين نطمن عليه عشان النهارده وبكره، عشان عندنا ماتش النهارده وبكره. الحاجه الثانيه عايز اسالك اللاعبين اللي موجودين او اللي تم استدعائهم بيتمرنوا ولا او اتمرنوا عشان السهران لمباراه الغد، ولا ايه التفاصيل الخاصه طبعا بمباراه اتلتيكو؟ لو بتكلم طبعا انا في البدايه عن الجو، لا يمكن الجو العام حتى هذه اللحظه رائع جدا في الاسكندريه، يمكن هو بيبقى فيه برد شويه بالليل، لكن يمكن في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده كابتن فاروق الجو مميز جدا جدا هنا في استاد برج العرب، واكيد بالتالي هيكون ان شاء الله بالغد هي مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد اللي بنتمنى تكون كل الظروف المناخيه والظروف الاداريه والظروف التنظيميه مهيئه لنجاح هذه المباراه العالميه اللي بنتمناها طبعا تكون مباراه على اعلى مستوى. لو بخص طبعا اللاعبين اللي كانوا مستبعدين من القائمه او اللي هيشاركوا في مباراه اتلتيكو مدريد، يمكن اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي يا كابتن فاروق لسه شايف فين عمرو بركات وبسام علي وصبري رحيل، عدد كبير يمكن بيصل الى طبعا استاد برج العرب سواء لمتابعه المباراه وايضا للانضمام الى فريق النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي يمكن اتدرب في الملعب الفرعي لبرج العرب، لكن كانت اليوم لكن لم يتدرب فريق، كان مجموعه تانية تتدرب او ما اتدربتش في طبعا استاد مختار الترش بالنادي الاهلي بالجزيره، لكن ان شاء الله زي ما بنقول بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد طبعا ضد الارهاب من اجل السلام، نقوم على مين هيكونوا موجودين فريق اتلتيكو مدريد بحجمه الكبير. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بدايه من مباراه اليوم ان يحصد نقاط هامه جدا، وايضا يكون غدا تتويج ايضا ومباراه على اعلى مستوى تكون احتفاليه تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي. بشكرك يا كريم، يعني بشكرك كمان ان انت قلت لنا التشكيل خلاص، يعني يمكن ده تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده. الوضع ان في بعض التغييرات ممكن كمان في خطه اللعب، يعني على حسب ما موجود على الورق ممكن طبعا الوضع يختلف في الملعب. يمكن كنا عايزين نتكلم على مصر بورسعيد، لكن خليها بقى بعد المباراه بقى تشكيل. لازم بقى نبتدي كلامنا عن هذه المباراه، مباراه الاهلي طبعا. في حراس المرمى محمد الشناوي، من يمين الشمال احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد وباكا ووليد ازارو. ده تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده لخوض هذه المباراه المثيره والقويه اللي احنا نتوقعها انها تكون كده. كابتن وتغيير بعض الامور، هل تتوقع ان كابتن حسام ممكن يغير في الخطه ولا بنفس الطريقه؟ ما اعتقدش، يعني انا بقول ان طبعا كابتن حسام هيلعب بنفس التكتيك ونفس الخطه اللي هو بيلعب بيها، واحنا طبعا شايفين التغييرات اللي في المباراه نتيجه لطبعا الاصابات اللي موجوده في الفريق. شايفين احمد فتحي طبعا رجع لوضعه الطبيعي ناحيه اليمين،
ايمن اشرف رامي ربيعه بعد الاصابه وعودته بقى له فتره كبيره غايب، يعني نتمنى له برضو يعني مباراه كويسه، لان ربيعه طبعا نظر لقله عدد المدافعين في المركز ده، فاحنا يعني بنتمنى طبعا ان كلهم يبقوا كويسين وكلهم يبقوا فت. شايفين وليد سليمان هيبدا المباراه ناحيه اليمين، وده طبعا يعني انا بالنسبه لي وليد سليمان لعيب محوري ومؤثر جدا في النادي الاهلي، لعيب انا بعتقد ان وليد من اللعيبه اللي بتلعب بروح قويه جدا حتى بينقل الروح القويه دي لبقيه اللعيبه. الخبرات كانت موجوده عنده، الخبرات. شايفين باكا طبعا ناحيه الشمال، لان اجاي طبعا مسافر اعتقد لظروف خاصه بيه في نيجيريا. باكا نتمنى له برضو ان هو النهارده يعمل مباراه قويه، لعيب كويس عنده سرعات عاليه، اعتقد ان هو ممكن نستفيد منه في ناحيه الشمال. وليد ازارو طبعا بقى له كام مباراه طبعا مستواه بيرتفع وبياخد خبرات من المباريات اللي بيلعبها. انا بس عايز اقول كلمه، ان احنا شايف برضو الاعلام والصحافه مكبرين، والجمهور حتى جمهور النادي الاهلي مكبرين المشكله بتاعت خساره النادي الاهلي للنقاط الفتره الاخيره. هو احساس بس زعل من الجمهور، ده وضع طبيعي يا كابتن. بص يا فاروق، مفيش فريق في الدنيا في العالم بيكسب المباريات كلها، استحاله، ودي عمرها ما تبقى كوره. انت لو كسبت المباريات كلها يعني ما تسالش تلعب بقى في الدوري المصري، يعني اذا كنت بتكسب اي فرقه بتيجي تلعبك. احنا شايفين النادي الاهلي على مر الدوري كسبان يعني كذا طبعا كل المباريات باستثناء طبعا اللي ابتدى الجمهور يقلق طبعا من مباراه طبعا المقصه، ابتدى طبعا الخساره الاولانيه للنادي الاهلي. واحنا بنقول مقصه بقى كابتن، تعادل اللي هو الفريق المصري مقصه 2-2 في الدقيقه 96، يعني في الوقت بدل الضايع اعتقد ان المباراه تنتهي على التعادل. المقصه طبعا احنا عارفين ان من الفرق الدوري اللي ممكن عندها مهاجمين ممكن يحرزوا اهداف في اي وقت. هنرجع تاني للنادي الاهلي طبعا، بدايه من مباراه المقصه، النادي الاهلي بعد كده اتعادل 1-1 مع طنطا، كسبنا سموحه 2-1، رجعنا للمكسب. المباراه الاخيره بتاعت وادي دجله تعادل، لو هنشوف المباراتين الخساره مع المقصه والتعادل الاثنين التعادل طنطا ووادي دجله، النادي الاهلي كان قدم مباريات قويه جدا وعنده نوع من انواع سوء الحظ في انهاء الهجمات. طب كابتن السؤال بس، عشان برضه انت بتطمن الجمهور، هو الوضع الطبيعي ان انت السنه اللي فاتت تقريبا برضه تعادلت ماتشين او ثلاثه تقريبا، يعني انت وارد ان يحصل حاجه زي لازم كده. ده مش ده بس الخساره السنه اللي فاتت ما خسرتش يعني بالظبط، هي دي بس كانت اللي ممكن ما تطمنش، او انت بتكسر عدد من الارقام القياسيه وقفت في الجزئيه هي بس لان الجمهور عايز ارقام قياسيه. انما لو هنتكلم على الوضع الطبيعي، خساره مباراه يعني في المباريات كلها ال 15 مباراه اللي اتلعبت دي ولا شيء، وخصوصا ان انت خسران المباراه، انت بتتكلم على 3-2. النادي الاهلي الاجوان اللي ضاعت منه وعدم التوفيق اللي لازم لعيبه النادي الاهلي، كان ممكن تطالع كسبان المقصه بسكور كبير. لو تتفرج برضو على الاهداف اللي جت فيك برضو من اخطاء فرديه والتمركز الغير صحيح في بعض في نص الملعب والمدافعين. انما هنتكلم بوجه عام، لا، النادي الاهلي عامل مباريات قويه ومستمر على الصداره، وعنده مباراتين مؤجلتين مع النصر ومع المقاولين العرب. لو ان شاء الله باذن الله قدر يكسبهم وياخد ست نقاط هيبقى فارق عن الاسماعيلي نقطتين، وده في حد ذاته مفنش الدور الاول، وانت ان شاء الله كسبان وليدنج واول الدوري بفارق نقطتين عن المنافس الاسماعيلي، دي في حد ذاتها كويس. برغم احنا لازم برضو نكون معترفين ان احنا في طبعا اجهاد للفرقه كلها، وبعدين لو اتكلمنا في موضوع الاجهاد ده يا جماعه والروتيشن اللي بيتعمل، النادي الاهلي غير اي فرقه في مصر، النادي الاهلي كل مباراه بطوله ليه، لانه بيلعب على البطوله دايما، فما فيش فرقه قليله وفرقه، انت عارف الفرق دلوقتي كلها مستويات متقاربه في الدوري في البطوله، فانت بتلعب كل مباراه وانت عايز تكسب، فالتغيير لازم يبقى، عمليه روتيشن بيبقى في نطاق ضيق جدا.
ما تغيرش لعيبه كتير يرجع تاني يقول لك الله بص انت لازم تحافظ على ثبات التشكيل ولازم التشكيل يبقى ثابت. فهي الحقيقه مهمه صعبه جدا جدا بالنسبه للكابتن حسام. والله بص كابتن واحنا بنتكلم على ثبات التشكيل في بعض الناس طبعا هو كابتن حسام هو اللي بيختار ما حدش طبعا ولكن في بعض الجماهير تقول لك طب فين احمد شيخ فين حمودي فين 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 ولكن الاهم هو المصلحه العامه ودايما انا بسمع كلمه الكابتن حسام البدري بيتكلم فيها ان الروتيشن للمصلحه العامه ومصلحه الفريق صح كابتن رضا صحيح طبعا يعني بص يا كابتن فاروق هو ما فيش مدير فني عنده ورقه هيكسب بيها خلينا متفقين كابتن حسام مش هكسب باحمد الشيخ وهقعد احمد الشيخ بره خلينا متفقين ان ما فيش مدير فني عنده حد هيكسبه وقعد بره الفكره كلها ان كل واحد بيبقى له وجهه نظر وكل واحد بيقيس على انا شايف ان احمد الشيخ كل الناس مثلا بتقيس احمد الشيخ المقصه لا هو مش احمد الشيخ المقصه هو احمد الشيخ نادي الاهلي تمام الوضع هنا غير هنا لما تيجي تحط تشكيل واحنا قاعدين بره كده مع بعض بنحط تشكيل بنتكلم عن احمد الشيخ اللي هو كان السيزون اللي فات احسن لاعب في الدوري هداف الدوري تمام فانت لما بتيجي تقيس هنا القياسات مختلفه انا مدرب عندي ملعب عندي تمارين كل يوم بتحصل عندي تغيرات بتحصل فانا بختار في خلال اللي انا شايفه كل يوم اللي هو المجريات بتاعت كل يوم الفكره كلها ان الناس بس العنف شويه ان الناس مزعلانه معظم او 90% من جمهور نادي الاهلي لما بدا نادي الزمالك المنافس التقليدي او الغريم التقليدي للنادي الاهلي خسر مباريات او خسر نقاط كتير الفتره اللي فاتت ونادي الاهلي بقاله ليه مباريات كتير مؤجله فالناس اوتوماتيك كله حسب المؤجل مكسب فبدا يبقى الفرق كبير قوي فالدوري خلص احنا كلنا عملنا كده لا هو انت بصيت للسنه اللي فاتت والشكل بتاعك ان انت خلصت بطوله الدوري بالظبط قبلها بفتره فانت لا عايز تقارن برضه عايز السنه دي يبقى في رقم احسن مع الاحسن على طول الدنيا تبقى احسن انا قصدي كمان السنه دي مختلف ان انا مش بلعب على طول مع الزمالك مش بلعب في نفس التوقيتات فعندي مباريات كتير مؤجله فده اللي عمل حته الحماس لازم تستفاد من من بالظبط فالناس بدات كلها تحسب الفرق بقى كام فانت كل ما المباراه تتعادل ايه ده الفرق بيقل ده الفرق بيقل فبدا الموضوع يخض او يقلق الناس ولكن لما لو الامور ماشيه عاديه والمباريات كلها ماشيه مع بعض الناس ممكن تتقبل ده عادي انما الفرق اللي احنا الفرق الماتشات اللي احنا النادي الاهلي كانت مؤجلات العدد الكبير ده لو احنا خدناهم كنا هنبقى فين صحيح حاجه تانية هم حاسين ان المنافس بيرجع وحاسين ان النادي الاسماعيلي برضو بياخد القوه والباور من النادي الاهلي طبعا خلي بالك ان دايما القوه والباور النادي الاهلي اللي بيتحكم هو عينه على النادي الاهلي بالظبط كده لان النادي الاهلي دايما هو اللي بيكمل معاك للنهايه فدايما اللي بيبقى ماشي في المركز الاول ده بيشوف النادي الاهلي اخباره ايه النادي الاهلي بيتعادل او بيخسر فهو بيديله باور بيديله ان هو يقدر يكمل في نفس القوه دي فالنادي الاهلي دايما محور تفكير جمهور النادي الاهلي كل المنافسين فده ضغط كل ده ضغط ده فالطريقه بس هي اللي عامله الضجه اللي احنا هو المطلوب يعني انا في رايي كلمه لازم نقولها يعني وكلمه اعتقد انها مهمه يعني لازم يبقى في توضيح من المدير الفني للنادي الاهلي ايا كان في برنامج زي ما كان بيتعمل هنا فاروق في القناه ان بيبقى في كل يومين ثلاثه بيبقى في حديث مع المدير الفني حديث طويل مع المدير الفني بيتكلم جمهور النادي الاهلي بيرد على اسئله الجمهور واسئله الناس عن مشاكل اللي بتحصل جوه الفريق بتاعته وتحليله و يعني رايه في بعض اللعيبه انما انا هو يعني المؤتمر الصحفي اللي بيبقى بعد المباراه ده غير كافي كل واحد ثلاث اسئله صحفي له اغراض معينه الناحيه دي مش عارف واحد بيساله على كذا ثلاثه بتبقى على السريع زي ما بيقولوا ما ينفعش القصه دي لازم المدير الفني يطلع و ينقل لجمهور النادي الاهلي ويرد على تساؤلات جمهور النادي الاهلي دي بتدي طمانينه وبتدي يعني حل كبير لمشاكل كتيره ما يسيبش الناس او ما يسيبش للجمهور او للاستديوهات التحليليه التخمين بقى ليه ما لعبتش صالح جمعه هو في حاجه مش واضحه للجمهور يا كابتن في طبعا يعني في انا رايي لو هنتكلم بصراحه يعني في مثلا لعيب زي صالح جمعه ايه وضعه في النادي الاهلي نتكلم بصراحه ايه وضعه في النادي الاهلي هل التقصير من صالح جمعه يبقى لازم النادي الاهلي ياخد فيه قرار قرار ايا كان لان طبعا النادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين عمره ما بيقف على لعيب معين اطلاقا لعيبه النادي الاهلي كتيره جدا جدا والنادي الاهلي قادر انه يجيب اكبر اللعيبه واهم اللعيبه على مستوى الدوري المحلي او الناس المتفوقه او المميزه بره فانت دلوقتي ما ينفعش ان انا انزل صالح جمعه شويه في ماتش وبعد الماتش والماتش الثاني الاقي بره وبعد كده موجود وبعد كده ابدا هل العيب من صالح جمعه ولا العيب من ايه ما هو لازم لان طبعا انا ما اتخيلش ان حسام البدري
يكون عنده واحد زي صالح متفوق في التمرين وبيتمرن بجدية وملتزم بره النادي وجوه النادي وما يلعبوش استحالة، ما حدش يقول كده. فانت لازم تورر لنا حاجة زي دي. اللعيبة اللي ما لعبتش خالص، الناس جابتها السنة اللي فاتت، طب الناس دي جت ليه؟ هل جت بناء على رغبتك ولا رغبة اي حد تاني؟ فانت لازم توضح حاجات من دي عشان ما يبقاش اي حد قاعد يقولك فلان ما يلعبش، اسلام محارب ما بيلعبش ليه، جايبينه ليه، ميدو مش عارف ايه، فلان ما جاز، طب ليه ما بيلعبش، ليه متمسك لازم يوضح الكلام ده. لازم يقول هو اساس الاختيار بتاعه ايه، مش لازم تفاصيل طبعا الحاجات الدقيقه، بس الاطار العام، هل اعتماده على قوه التدريب و ولا رؤيه فنيه. طب هي كلمه المصلحه العامه للفريق يا كابتن ما كافيه؟ ما هو ماشي، يعني انا لما بلاعب لعيب وفي النهارده مثلا باكا ما كانش بقاله فتره مش موجود، تمام، اما بلاعب باكا النهارده فده في اطار مصلحة الفريق العام ان هو الافضل في المباراة دي. طب او محتاجه، هل لعب النهاردة عشان اجايه مش موجود؟ طب ما فلعب اجايه ما كانش موجود الماتش اللي فات، يعني انا بقول لك بعض الاسئلة اللي موجودة يعني، فلازم يبقى في نوع من التفسير لبعض الحاجات دي بصراحة ووضوح. في بعض اللعيبة انت مش في دماغك خالص، واضح انها مش في دماغك خالص، مش عايزها، ممكن تكون اتفرضت عليك، لان ده بشكل عبء على حسام نفسه في الاختيارات. بتلاقي اول ما يحصل خساره ولا طبعا الفرقه وهي كسبانه ما حدش بيتكلم، ده طبيعه يعني، انما اول ما بيحصل خساره في اي وقت بتلاقي الله، طب ليه هو عمل كده، ليه هو طبعا يعني. تمام كابتن رضا، يعني برضو ما خدتش رايك في التشكيل واحنا بنتكلم في اطار الشكل العام لفريق النادي الاهلي وبعض التغيرات، يعني التشكيل بالنسبه لا هو التشكيل طريقه اللعب هي مش هتتغير. القصه كمان حتى في طريقه اللعب، بتلعب باثنين، بتلعب بثلاثه، بتلعب باربعه في نص الملعب، هي الفكره كلها طول ما انت فرقه عندك اساس للعب وعندك طريقه لعب كله بيلعب مع بعضه في حته واحده في تلت واحد، مفيش حاجه اسمها اثنين روس حربه او واحد من تحت وثلاثه من مش عارف من ايه. الكلام ده كله يعني مسميات بتتقال وظايف بس على الورق، ولكن في الملعب لما تيجي تعمل فرقه جماعيه، في فرقه بتلعب في تلت ملعب، تلت ملعب ده كله بيدافع، كله في نص الملعب في حاله استقرار في نص الملعب، في فرقه بتهاجم، هي اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اثنين من تحت واحد واحد من تحت. الكلام ده هي بتبقى الفكره كلها ان واحد بيبقى مميز من وليد سليمان لو لعب ناحيه اليمين عشان تبقى على رجله الشمال مثلا، بيبقى دي طريقه، دي مثلا دي طريقه، ولكن الفكره كلها ان انت طول ما انت فرقه ليها شكل واضح وثابت وكله بيهاجم وكله بيدافع، فبيبقى الخطوط دايما قريبه، فهتلاقي وليد سليمان ده راس حربه، هتلاقيه في نص الملعب، هتلاقيه باك رايت مثلا او باك ليفت. فالخطوط لما بتبقى قريبه في النادي الاهلي، وده دايما بيبقى مميز في النادي الاهلي، فان راسين حربه قدام لا مش هتبقى في راسين حربه، النادي الاهلي بيلعب بواحد راس حربه واثنين من تحت دايما. مين هيبقى؟ وليد ازارو اكيد، وباكا تحت، ووليد سليمان. وليد سليمان انا بشوفه من اهم اللعيبه في النادي الاهلي في الـ في الـ في, الـ في السنين اللي فاتت كلها. وليد سليمان ليه وليد مختلف؟ لما نيجي نقول ليه وليد مختلف عن اي لعيب في النادي الاهلي او اي لعيب في مصر عموما، ذكي جدا، بيعرف هو نازل عايز يعمل ايه، بيبقى قاري الماتش كويس قوي، في عز ما هو بيبقى مش بدنيا او بدنيا مش قادر او فنيا مش واصل الفورمه بتاعته، بيقدر ياخد فاولات او ياخد ضربات ثابته في حتت خطيره جدا، فعنده من الخبرات والكفاءه ان هو يقدر يدير المباراه. يعني انا باجي افكر في المباراه قبلها كده اقول 90 دقيقه انا هعمل ايه، فبقسمها كلاعب كوره، وليد بيقسمها كويس قوي، يقول انا هعمل ايه في اول 10 دقايق، انا هعمل ايه في كمان في الثلث ساعه دي، هعمل ايه في الثلث الاخير او ال 10 دقايق اللي في الاخر هعمل ايه. دايما كل لعيب، اللعيب المميز اللي دايما بيعرف يدير المباراه، بيدير مباراته على حسب مجهوده كمان، لان انت ممكن في ثلث ساعه او في نص ساعه في لعيبه بتخلص خالص، يعني بيطلع كل الباور اللي عنده ويقدر بعد نص ساعه ممكن تلاقيه بيغير كمان. فدايما اللعيب اللي بيعرف يدير مباراته على 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 قد مجهوده وعلى قد اللي هو بيفكر فيه ويقدر ينفذه في الملعب، ده اللعيب الذكي. وليد سليمان من اهم اللعيبه اللي بيعرف يعمل ده. حسام عاشور نفس الكلام. ففي لعيبه احمد فتحي، بس احمد فتحي عنده الباور بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيده دايما كده، عنده الحته دي اوتوماتيك، ولكن وليد ذكي في الجزئيه دي، فده من اهم اللعيبه اللي موجوده. وليد ازارو الحمد لله الدنيا بدات تهدى والناس بدات تهدى عليه شويه في الاهداف، فبدا الشكل يبقى هو اللي هدى الناس، الشكل يعني ربنا يهدي الناس، هو اللي هدى كابتن. يمكن واحنا بنتكلم على التشكيل النهارده الاحتياطي، هل كابتن حسام هو بيحط تشكيل النهارده برضه
تفكيره في مباراه الغد ان برضو في بعض اللاعبين يعني باكا جاي من بره خالص دخل حط بعض اللاعبين موجودين على الدكه موجودين زي اسلام محارب كانت الناس متوقعه صحيح ان هو يبقى موجود كلاعب اساسي يعني برضو من وجهه نظر حضرتك طبعا دي خبره مدير فني بقى ان هو عنده ماتشين ورا بعض انا في رايي زي ما قلنا في البدايه هو الاهم النهارده الصراحه طبعا هو الاهم بس انت برضو بطوله رسميه ده بطوله رسميه وفي نفس الوقت برضو انت لازم تظهر بمظهر كويس المباراه الثانيه بتاع اتلتيكو لازم تظهر بمظهر كويس فلازم برضو تعمل توليفه وتسيب بعض العناصر اللي ممكن تقعدها على الدكه بحيث ان انت لو الدنيا ان شاء الله باذن الله وانا متوقع ان الدنيا هتمشي النهارده ان شاء الله يعني كويسه ممكن يحتفظ بيها لمباراه بكره يعني عامل بالانس ما بين التشكيله اللي موجوده في الملعب الناس اللي موجوده اللي هو مأجلها لو حس بخطوره ممكن تنزل وفي نفس الوقت برضو عينه على مباراه بكره. في نقطه انا عايز اتكلم فيها ان احنا يعني مشكله النادي الاهلي الفتره الاخرانيه حتى المباريات المباراه اللي اتغلب فيها ومباراه التعادل. النادي الاهلي التشكيل تقريبا بيبقى ثابت الانتشار بيبقى جيد الاستحواذ عالي جدا للنادي الاهلي في اي مباراه حتى اللي خسر فيها. المشكله الرئيسيه رضا في الموضوع ده اللي انا شايفها يعني هو ترجمه بس الاستحواذ والضغط الهجومي بالزبط. بتاع النادي الاهلي لاهداف دي لها حتتين يعني جزئيه بتاعه التركيز من المهاجمين على الثلاث خشبات اكتر من كده تاني حاجه برضو التوفيق يبقى في نسبه توفيق لان انت مهما بتادي خلال ال 90 دقيقه وبتبذل من الجهد وانت التوفيق مش معاك ما بيترجمش لكده وممكن يبقى التوفيق مع الفرقه الثانيه واحده مرتده تقلب الماتش يبقى النتيجه مش في صالحك فهي ترجمت بس الضغط الهجومي على زل وكل الماتشات اللي فاتت يعني انت بتتكلم على طنطا النادي الاهلي اربع خمس فرص مؤكده بتضيع المباراه دجله مباراه غير عاديه لو شفت رد الجون التعادل بتاع دجله في ثانيه بالطريقه دي انت الكره دي لما تتعاد 20,000 مره عمرها ما تيجي كده وعمر اللي كان شايطها ده ما قصده انها تيجي كده ابدا يعني انت فاهم ازاي معانا على الشاشه عامه انا كابتن يعني بص استحاله في كده طب يعني استحاله وتوفيق كبير طبعا وبعدين التوقيت ان هو في ثانيه انت خلاص اتعادلت في ثانيه يمكن لو التعادل ده اتاخر خمس دقايق وعشر دقايق خلاص القصه ممكن انت اضفت اهداف ثانيه فانا بقول لك ان عنصر الناس تقول لك طب ما انت عندك ثلث ساعه ما هو انت هنرجع للحته الثانيه انت عندك بتعمل ضغط هجومي وبتوصل انت تخاف على النادي الاهلي او الناس تبقى مستاءة من فرقه النادي الاهلي لو انت ما بتوصلش يا فاروق وما بتضيعش فرص وما فيش استحواذ في نص الملعب وا 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 هو ده اللي انت تخاف انما انت بتستحوذ على الكوره وبتلعب كوره جميله وفي انتشار في الملعب كله بتلعب على الجناب وبتلعب اختراق من النص وبتوصل للجون وكور ضايعه فده مستني التكه اللي هي التكه دي اللي انا ان شاء الله متوقعها النهارده انها ان شاء الله باذن الله هتفك النهارده وهتبقى بدايه لانتصارات النادي الاهلي تاني. طيب هنروح لفاصل وارجع بقى اسالكم على يمكن في بعض الاخطاء اكيد يعني احنا اتكلمنا عن مشكله الاجهاد موجوده احنا عارفين انها بشكل كبير موجوده عند اللاعبين نتيجه اصابات وموجوده اصابات موجوده غيابات بعض اللاعبين المميزين اللي ممكن بيأثروا بشكل كبير في اداء فريقنا لكن طبعا في اخطاء احنا بنقع فيها اعتقد انها برضو متكرره هرجع واسال ضيوفي الاخطاء دي هتتحل النهارده بشكل ازاي ولكن طبعا بعد الفاصل.
مجال ترحيب بحضراتكم. اكيد واحنا بنتكلم على المباراه السابقه وبعض الاخطاء اللي كنا ممكن اكيد في مشاكل فيها خصوصا في الجزء الدفاعي، كنا بنشوف اهداف ممكن تكون متكرره بتخش مرمى النادي الاهلي. اكيد يمكن عوده رامي ربيعه هتبقى مميزه، وجود احمد فتحي في مكانه ايضا هتكون تحل بعض الامور. كابتن رضا خليني اسالك في هذه الجزئيه، رامي ربيعه وعودته النهارده لقلب دفاع النادي الاهلي النهارده اكيد هيحل مشاكل كتير كانت موجوده قبل كده. طبيعي لعيب مميز وقوي وعنده ثقه ومكانه فيها حاجات مميزات كتيره جدا، ولكن احنا الطبيعي ان احنا اتكلمنا في الجزئيه دي ان احنا عندنا مشكله في المكان ده، لازم يبقى فيه برضو صفقه في بديل في المكان ده. مش عايزين دايما نبقى بنركز في الجزء الامامي بس، احنا عندنا حاجات كده نقط صغيره، ولكن ان شاء الله الفتره اللي جايه تتظبط. رامي طبعا لعيب قوي، لعيب بيدي ثقه للمهمه جدا ان انت تبقى حتى وانت حارس مرمى يبقى الخط الامامي بيديك ثقه وبيديك باور. تواجد في المكان ده دايما، المكان ده حساس، الغلطه فيه يعني ممكن راس الحربه يضيع، ممكن ناس تقبلها، ولكن المكان ده الغلطه فيه حارس المرمى والمكان ده ما فيش حاجه غلط، ما فيش غلطه يعني الغلطه فيها بتبقى مشكله كبيره جدا والناس ما بتسيبهاش يعني. فدايما المكان المركز ده المراكز الحساسه دي بتبقى محتاجه لعيب عنده شخصيه، لعيب قوي، لعيب مميز، وكمان بيقدر كمان بيحرز لك اهداف. فكل دي حاجات ايجابيه بالنسبه لرامي، فان شاء الله النهارده يبقى دوره مهم وقوي في مع النادي الاهلي ان شاء الله. احمد فتحي بقى وعلي معلول برده، يمكن احنا برده علي معلول بيعود لاول مره في المباراه السابقه بعد فتره طويله، شفناه يمكن في الشوط الاولاني لحد ما الامور طبيعي يعني مش هيرجع بنسبه 100%. لا الشوط الثاني مستواه اتحسن بشكل كبير على الشوط الاولاني، طبيعي ان هيبقى هيدخل في الفورم طبعا، لعيب دولي ولعيب زي ما كنت بتكلم على وليد سليمان، هو علي معلول يعني نفس السمات الشخصيه برضو، عنده لعيب دولي، لعيب يقدر يقسم المباراه. يمكن بس علقت يمكن قبل ما نطلع الفاصل ده، لما انت بتقول كان قدامنا 20 دقيقه في ماتش اللي فات بتاع النادي الاهلي، ما هو ال 20 دقيقه وانا كسبان غير ال 20 دقيقة وأنا متعادل بعد دقيقة. نفسيات، بص لما بتيجي تقيس المباريات وأنت كسبان بتبقى نفسيا عندك 100% الباور بتاعك، ولكن لما بتخسر أو بيجي فيك هدف النفسية بتقل. يعني مش مع النادي الأهلي يا كابتن، مش مع النادي الأهلي بس، مش مع إحنا بلس 90 طيب. دي ما جاتش بالساهل. لا يعني اللعب لغاية الدقيقة 90 هي متواجده لغايه موجود. طبيعي طبيعي ماشي. انا بتكلم في جزئيه ان انت لما تبقى جايب هدف ويدخل فيك هدف بسرعه نفسيا الامور بالنسبه لك بتبقى دربكه، بتعمل لك دربكه في الفرقه. اي لعيب في العالم، احنا مش بنتكلم في نادي اهلي ولعيبه في الدوري في مصر، احنا بنتكلم دي حاجه نفسيا. انت حتى في شغلك لو حياتك العاديه لو انت حصل لك مشكله نفسيا بتاثر عليك، هي رد الفعل السريع ده بالزبط. اللي بيجيب احباط، بس المفروض ان اللعيبه بالخبرات دي تتجاوز السريع الحته دي. فالظرف اللي يعني. فيه في نادي الاهلي احنا بنتكلم عليه، لا لان احنا طالعين من خساره، طالع من نتائج او مستوى اقل بنسبه قليله شويه، فده كل دي عوامل اثرت، هتاثر يعني طبيعي ان هي تاثر. احنا مش بنتكلم في نادي الاهلي بنسبه ان النادي الاهلي مش واصل 100% عشان اقدر اقول ان هو يقدر جون زي ده يقدر يعوضه بسرعه. لا احنا ما كناش هنا، احنا كنا عند نقطه ثانيه، احنا عند نقطه فيها مشاكل، عند نقطه فيها شويه كلام كتير ان النادي الاهلي مستواه اقل، نادي الاهلي بدا يخسر مباريات كتير او يخسر نقط كتير، فبدا ده مع الهدف بدري، فبدا عمل حته الدربكه. ولكن مش بنتكلم ان النادي الاهلي مش في الفورمه بتاعته 100% عشان اقدر اقول ان احنا هوصل اقدر اعوض بسرعه او هقدر ابقى موجود تاني متواجد بسرعه. ولكن الفتره اللي فاتت كلها انا شايف ان هي توفيق بس في النادي الاهلي، لو الامور ماشيه بشكل طبيعي والاهداف اللي بتضيع بتدخل النادي الاهلي ما كانش هيبقى فيه الدربكه اللي احنا بنقول عليها في النادي الاهلي. المواقف دي عدت على النادي الاهلي كتيره جدا، ولكن انا بتكلم ان الموقف مختلف بس عن المواقف اللي فاتت، ان الهدف جه بدري في ظروف ان النادي الاهلي مش واصل 100% في الفورمه بتاعته، فمأثر على النادي الاهلي بس في المباراه بتاعه الدكه. والله احنا نتمناها طبعا انها تبقى سريعا، لان احنا يعني انت ما كسبت سموحه كابتن محمد، ويمكن كان قبلها ماتشين، ماتش هزيمه من المقصه وماتش تعادل مع طنطا، قلت ان نغمه الانتصارات ابتدت تاني، وقلت خلاص الامور هتبقى ماشيه بشكل قوي وكويس. لكن طبعا مباراه السابقه امام وادي دجله لحد ما احنا بنقول ان في فعلا عدم توفيق، لكن مهم جدا ان انت ترجع بالنفسيه والتعامل النفسي مع اللاعبين، ان انت لا الفوز اهم مهم، الفوز عندك مشوار مهم انك تحقق في كل مباراه 3 نقاط، وده اعتقد الكابتن حسام والكابتن محمود الخطيب لما قعدوا مع اللاعبين لازم يكونوا داسوا على الحته دي.
طبعا قبل ما ارد عليك في الموضوع ده عايز بس اعلق على حته رامي ربيعه عشان أوكي. دي برضو بالنسبه لرامي بالنسبه للمساكين يعني النهارده بس طبعا رامي اضافه كبيره ولعيب عنده خبرات وكده المشكله في الموضوع ان رامي طبعا النهارده اول ماتش بعد العوده من الاصابه صحيح. وهل لعب مع ايمن اشرف قبل كده السؤال ده برضو بيطرح نفسه لان ما لعبش انا عشان كده انا بقول لك لان اكتر اثنين مرتبطين ببعض هم الاثنين المساكين في حاجات كثيره جدا وان هو امتى يغطوا على بعض وازاي يغطوا على بعض وامتى يخرجوا من الاوفسايد مع بعض في تايمنج مرتبطين ببيه في حاجات كثيره جدا جدا طبعا. العاب الهوا كمان مين اللي بيروح ومين اللي بيغطي ومين اللي بيغطي حاجات كثيره جدا كذلك برضو طبعا رامي هيلعب ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال ايمن اشرف يبقى برضو عليه عبء كبير قوي النهارده مع علي معلول لان علي معلول الطبيعه الهجوميه بتاعته بتغلب على الناحيه الدفاعيه يعني انا بحس ان هو في بعض المواقف بيبقى واخد مشاوير كبيره ناحيه الشمال ففي حته برضو التغطيه العكسيه والحته الدفاعيه بتبقى برضو اقل شويه فهيبقى ايمن اشرف عليه عبء كبير مع طبعا لعيب الوسط المدافع اللي هو ناحيه الشمال ناحيه معلول دي لازم يعني ينزل شوية لان اعتقد ان برضو محمد يوسف مدرب كويس كان بيدرب النادي الاهلي عارف طبيعه النادي الاهلي عارف مفاتيح النادي الاهلي عارف النادي الاهلي بيهجم من الاجناب عنده الحته دي مهمه قوي ممكن يركز عليها يوسف النهارده فاعتقد ان دي لازم اكيد طبعا الكابتن حسام اتكلم عليها لو هنيجي بقى لل الجزء النفسي بالنسبه لما بعد مباراه وادي دجله كابتن انا اعتقد ان طبعا كابتن خطيب قعد مع الناس وقعد مع كابتن حسام قعد مع اللعيبه مع القلق شويه اليومين اللي فاتوا من تعالت بقى صيحه ان الكابتن حسام والخساره ونزيف النقاط و و و اعتقد ان الكابتن حسام من الثقه بالنفس ان هو هيتجاوز المرحله دي وانا اللي انا شايفها ان هي ما فيهاش مشكله ومفيش حاجه يعني مفيش زي ما الناس بتقول انهيار في النادي الاهلي مفيش كلام من ده خالص كلها هي ماتشات عدم توفيق في بعض الكرات اللي كان ممكن تطلع كسبان الماتشين التعادل وماتش الخساره انا اعتقد ان النهارده باذن الله وهيبان ده في الملعب وهيبان على لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه ان المباراه دي في مباراه تفاروق بتبقى يعني نقطه تحول في بطوله الدوري انت خارج من تعادلات وخساره كسبت بس فرقه واحده اللي هي سموحه تعادلت اخر مباراه النهارده يهمك قوي انك تكسب المباراه دي عشان فاضل لك مباراه القمه مع الزمالك وفاضل لك قبلها طبعا المباراه المؤجله مع النصر وبعد كده مباراه المقاولين العرب فنقطه تحول النهارده مش تحول بس في انك تجيب الثلاث نقاط لا انك لازم تبين للناس كلها وتبين للجمهور وتبين لنفسك ان في فوقان وفي شكل متغير وفي ان شاء الله باذن الله يعني زي ما تقول الواحد ممكن نفسه يتكرش شويه وبعدين ياخد نفس كويس صح. ويبتدي يكمل يعني صحيح طيب خلينا نروح لقاء سريع مع زميلنا كريم احمد والكابتن عادل مصطفى مدرب فريق بتروجيت ونرجع نكمل كلامنا عن هذه المباراه وتشكيل فريق بتروجيت اللي هيكون متواجد معنا ايضا تحياتي ليك يا كابتن فاروق من جديد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان الاهلي وبتروجيت في الجوله 16 هنا من استاد برج العرب واكيد بيسعدنا في هذه اللحظات واحد من ابناء النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي كابتن عادل مصطفى ايضا المدرب الحالي طبعا ليه فريق بتروجيت برحب بيك في البدايه ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه الموفق فيها ان شاء الله يكون نصيب الفوز برحب بيك طبعا برحب فاروق والكباتن الموجودين في الاستوديو وان شاء الله تبقى مباراه تليق باسم فريقين يعني لو بتكلم على اخر الاستعدادات بالنسبه لكم يا كابتن عادل الامور معاكم ماشيه ازاي بالنسبه للفريق دوافع فريق بتروجيت بالنسبه للمباراه دي المباراه بتكون مميزه بالنسبه للنادي الاهلي او بيكون طرفها الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي لكن شايف النهارده المباراه بالنسبه لكم ازاي هو طبيعي طبعا مباراه الاهلي والزمالك بيبقى ليها طابع خاص عند اللاعبين بتبقى الامور فيها تركيز اعلى شويه بتبقوا حابين يعني نفسهم المباراه كلها تبقى اهلي وزمالك ولكن هي في النهايه مباراه ثلاث نقاط يعني فيها يعني معنويا اكتر من انت تفوز ثلاث نقاط لو اخذت ثلاث نقاط كويس اخذت طلعت نتيجه كويسه برده نتيجه ايجابيه دي حاجه كويسه ولكن هي معنويا اكتر للاعبين يعني ولينا شخص ولينا للجهاز برده احنا الفتره اللي فاتت جايين من خسارتين فان شاء الله عايزين نطلع بقى نتيجه ايجابيه النهارده ونرجع لمسارنا ثاني يعني لو بتكلم عن كابتن محمد يوسف كابتن عادل كابتن الفريق طبعا اتكلموا مع بعض ازاي اتكلمتوا مع الفرقه ايه قبل المباراه دي وايه ابرز الكلمات اللي ممكن تكون قلتها كابتن عادل للاعبين
لا هو طبعا كابتن يوسف اشتغل الفتره اللي فاتت على ان احنا يعني الروح تبقى موجوده عند اللعيبه تاني، ما بقاش الهزيمه طبعا الهزيمه بعد يعني الهزايم شويه بتاخد من روح المعنويه للاعبين، ودي اكتر حاجه كابتن يوسف اشتغل عليها الفتره اللي فاتت بجانب الجانب الخططي المفروض ان هنلعب بيه النهارده في المباراه. فيعني ان شاء الله اللعيبه جاهزه وان شاء الله يقدموا مباراه كويسه. يعني هنقدر نقول في غيابات فريق بتروجيت ليها تاثير على الفريق او يكون ليها تاثير النهارده على الفريق، ولا الصفوف مكتمله بالنسبه لكم كابتن عادل؟ لا طبعا عندنا غيابات، عندنا غيابات، محمد رجب عنده كان عنده شد في العضله الخلفيه، وعندنا سالم برده، و احمد فوزي رباط صليبي، في عصام صبحي برده اشتكى من انكل رجله، كان عنده مشكله في انكل رجله، تمزق شويه في الاربطه، فغيابات لعيبه مهمه طبعا في لعيبه اساسيه من ركائز اساسيه، ولكن موجود ان شاء الله النهارده يأدي بشكل كويس. يعني اخرج سريعا كده عن المباراه وكلامك على مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، مباراه الغد، كواحد من ابناء النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي شايف المباراه دي بقيمه النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا دوره الوطني الكبير، شايف المباراه ازاي يا كابتن عادل؟ لا طبعا مباراه احنا تعودنا النادي الاهلي طول عمرنا ان النادي الاهلي سباق في كل حاجه، يعني مش عايز اقول يعني النادي الاهلي جزء كبير جدا من الدوله، انا يعني شايف ان جزء كبير جدا من الدوله والشعب المصري الاهلاويه وبيحبوا الاهلي، والاهلي مصدر سعاده لناس كتير جدا. اعتقد مباراه في وقتها مباراه مهمه لمصر كلها مش للنادي الاهلي بس، وده العاية النادي الاهلي، يعني العاية النادي الاهلي ان هو على طول السباق في كل حاجه. شكرا، باخري. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن عادل مصطفى مساعد مدرب طبعا لفريق بتروجيت، واكيد بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي سواء في مباراه اليوم او مباراه الغد اللي هي المباراه العالميه مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي، وعوده ليك يا كابتن فاروق في هذه اللحظات. اشكرك يا كريم. يعني نقول برضو مره ثانيه تشكيل فريق النادي الاهلي عشان نقول ايضا تشكيل بتروجيت اللي موجود معانا حاليا في حراس المرمى بالنسبه للنادي الاهلي، محمد الشناوي، من يمين الشمال احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيع، علي معلول، خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد وباكا، وفي الامام وليد ازر، واما بدلاء النادي الاهلي في احمد عادل عبد المنعم، احمد ياسر ريان، واحمد حمدي، احمد الشيخ، محمد هاني، ميدو جابر، اسلام محارب. ده تشكيل وبدلاء فريق النادي الاهلي النهارده. اما تشكيل بتروجيت، عمرو حسام في حراس المرمى، من اليمين الشمال عمرو حسن، اسلام جمال، محمد عبد الفتاح، محمد عادل جمعه، في خط الوسط مصطفى شبيطه وطه عادل، احمد العجوز، احمد مجدي، في الامام كريم طارق وشمال سبيكلي. ده تشكيل فريق بتروجيت. اما بدلاء فريق بتروجيت، علي عيد ومحمد شاهين وعلي فرج وجلال العقده ولما كولين ومحمد عبد السلام ومحمد احمد. ده تشكيل الفرقتين بالبدلاء. يمكن غيابات زي ما قال كابتن عادل دلوقتي معانا على الشاشه، محمد رجب وعصام صبحي للاصابه تقريبا. يعني اعتقد ان لما نيجي نتكلم على فريق بتروجيت، لا فريق مميز، فريق قوي، وان كان بعض النتائج اللي ممكن تكون سلبيه بالنسبه لهم، هم في المركز ال11 برصيد 17 نقطه، لعبوا 15 مباراه، فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا في 6 مباريات، ليهم اهداف 13 وعليهم 15 هدف بالنسبه لفريق بتروجيت. كابتن رضا، يمكن كلام كابتن عادل ان بعض الغيابات المؤثره بالنسبه لفريق بتروجيت بتاثر بشكل كبير على اختيار الكابتن محمد يوسف للاعبين، يعني واحد زي محمد رجب واحد من اللاعبين المميزين ويمكن من هدافي فريق بتروجيت غايب النهارده، ايضا عصام صبحي ايضا لاعب من اللاعبين اللي لعبوا مباراه الاسيوطي. ويمكن طبعا الغيابات هي بتعمل دربكه للمدير الفني، يعني بتاثر طبعا، بتغير له حساباته كلها، ممكن يغير طريقه لعب كامله عشان في لعيب مصاب، ولكن هي دي الكوره، يعني طبيعي ان انت طول السيزون شغاله هيبقى عندك غيابات، حد فانت لازم تبقى محضر البديل دايما، ولازم يبقى دايما عندك بديل، ولكن يبقى بقى سوء التوفيق ان انت عندك غيابات تبقى في ماتش الاهلي الماتشات الكبيره، يعني ده يبقى سوء توفيق. ولكن انا بقول ان مباراه النهارده صاحب القرار فيها كابتن محمد يوسف، بمعنى كابتن محمد يوسف لو لعب بطريقه هجوميه هيسهل الامور جدا. بدون ما اقطع كلام، دكه البدلاء تقريبا كابتن فريق النادي الاهلي بالكامل موجود على دكه البدلاء، ده بما معناه ان هم يعني كله بيشاهد المباراه ان شاء الله استعدادا ايضا لمباراه غد، هشام محمد موجود، مروان محسن طبعا، ما اعرفش بقى مروان هيلعب بكره ولا ايه، بس نتمنى طبعا يكون معقول يبدا كده يبدا بالماتش ده على طول؟ لا مش عارف، صعب، ما هو يبقى متواجد بس يبقى موجود، يعني اتفضل يا كابتن رضا، انا اسف لقطع حضرتك. فالكابتن محمد لو لعب بطريقه هجوميه هيسهل الامور جدا عند الاهلي، يعني لو لعب بطريقه لعب هجوميه هتبقى الامور سهله على النادي الاهلي، هيصعب الامور لو النادي الاهلي لو بدا يلعب النادي الاهلي بدون ديفنس ويبدا يلعب على الهجمه المرتده، هيصعب الامور، لان النادي الاهلي دايما بيحتاج المساحات في طريقه اللعب اللي موجوده حاليا، ما يبقى في مساحات في خط الظهر بيقدر يتحرك، لما تبقى الفرقه بتهاجمه هو بيقدر يتعامل معاها بشكل كويس. فصاحب
المباراة هتمشي ازاي على حسب الكابتن محمد هيعمل ايه في بداية المباراة، هيلعب بطريقة هجومية ولا هيلعب على الهجمة المرتدة. طب نتيجة ماتش الاهلي اللي فات يا كابتن رضا ونتيجة مباراة بتروجيت واحساس بعض الفرق انه ممكن يتعامل بشكل جيد امام النادي الاهلي بيخلي لحد ما بتروجيت النهاردة عنده دوافع اكثر من مكان او مكان يجب مفروض في ملاقاته امام النادي الاهلي. خلينا الدوافع، بص الدوافع مالهاش علاقه بالمباراه اللي قبل كده، يعني ايه؟ يعني دايما لعيب الكوره في مصر الدافع عنده بيبقى في كذا نقطه، وهم النقطه دول النقط دي موجوده دايما في النادي الاهلي. المباريات اللي متشافه اكتر هي مباراه النادي الاهلي، المباراه اللي من خلالها هتعمل عقد كويس، من خلالها هتروح نادي تاني بتسوق نفسك بمعنى اصح. المباراه بتتحسب حسابات تانية خالص، يمكن اقل حاجه بيحسبها لاعب الكره في التوقيت ده الثلاث نقط ده، انا هو دايما بيفكر فيه هو كشخص، انا هستفيد ايه من مباراه النادي الاهلي؟ الناس هتشوفني كويس، النادي الاهلي هيبقى باصص عليا، الانديه كلها هتبقى شايفاني، مباراه تسويقيه، فبيبقى هنا الحافز ده الاساسي عند اللعيب. ما بيفكرش الاهلي عمل ايه قبل كده او خسر او اتعادل، هو بيفكر في جزئيه محدده بالنسبه له، يعني لان اللعيب دايما هنا في التوقيت ده بيبقى بيفكر هو عايز يبروز نفسه بشكل كويس في المباراه، فدي دي الدوافع اللي موجوده عنده، فهتلاقيه مركز قوي، هتلاقيه مهتم جدا بالمباراه، هتلاقيه مش محتاج ان انت تضغط عليه وتقول له اهتم بالتمرين، هو اوتوماتيك بيتمرن كويس وبيستعد للنادي الاهلي. المدرب هنا دوره ان هو يحافظ على الشكل ده ويلم الشكل ده بس، ما يحفزش اكتر، لو حفز بزياده بيبقى حاجه عكسيه على نادي بتروجيت. فالفكره هنا ان الحافز هنا موجود عند لعيبه بتروجيت اوتوماتيك، مش محتاج ان احنا نقول ان هو عشان الاهلي تعادل او الاهلي كان فيها مشاكل الفتره اللي فاتت فهو بقى عنده حافز انه عايز يكسب النادي الاهلي، لا هو الحافز موجود عشان حاجات شخصيه ليه هو يقدر يحققها في اللي جاي. كابتن محمد، خلينا بالتشكيل بالنسبه لنادي بتروجيت، طريقه اللعب هل تبقى ممكن مشابهه للفرق اللي بتلعب النادي الاهلي دائما اللي هو تقفيل في نص ملعب بطريقه 4 4 2 او 4 4 او 4 5 1 مثلا عشان يقفل نص ملعب النادي الاهلي ويبتدي يبوظ زي ما بقول هجمات النادي الاهلي، يبتدي يلعب على الهجمه المرتده زي ما بنشوف مع فرق ثانيه، ولا كابتن محمد يوسف هيتعامل ازاي مع هذه الموضوع؟ طيب خلينا نقول في الاول ان مين بيلاعب النادي الاهلي وما عندوش دافع؟ اي فرقه سواء كانت في ديل الدوري او بتلعب على البطوله لازم عندها دافع قوي قدام النادي الاهلي، سواء اجهزه، مجالس ادارات، لعيبه. الدافع موجود عند بتروجيت وان كان ترتيبه متاخر وخسران اخر مباراتين، انما هو عنده الدافع الكبير لان زي ما بنقول السبوت بيبقى على اللعيبه في مباراه الاهلي لازم يكون طرف فيها النادي الاهلي، السبوت حتى على الاجهزه الفنيه مش عايز اقول بتوصل لحد مجالس الادارات ان هو يعني لما بيكسب النادي الاهلي بتبقى بالنسبه له انتصار كده على جنب يعني. تنساش طبعا مدير فني كابتن محمد يوسف يهمه يعمل نتيجه كويسه قدام النادي بتاعه نادي، لازم يعمل شكل كويس زيه زي اي حد خرج من النادي الاهلي وبيدرب اي حته سواء بيلعب في اي فرقه او بيدرب اي حته بيبقى عايز همه الاول طبعا ان هو يعمل شغله مجد لنفسه قدام النادي الاهلي. اللعيبه بتبقى عندهم دوافع قويه جدا، ما ننساش برضو ونعيد ونذكر ان ايا كان اللعيب في اي نادي في مصر فهو عنده دافع اساسي لمنتخب مصر وهيبان من مباريات الاهلي بالتحديد ومباريات الزمالك او الاسماعيلي. اعتقد ان محمد يوسف النهارده مش هيجازف، ما ينفعش يجازف مع النادي الاهلي، هو خارج من مباراتين خسران عينه على يتمنى ان هو يكسب، بس في نفس الوقت التعادل بالنسبه له نقطه من النادي الاهلي بعد الخساره ماتشين، دي حاجه كويسه قوي بالنسبه له، فاعتقد ان هو هيلعب بلعب متوازن زيه زي اي فرقه بتلعب النادي الاهلي، تقفل كويس في نص ملعبها، بتلعب على الهجمات المرتده، بس ممكن يزود شويه انه ممكن يلعب ضغط على النادي الاهلي في اي زون سواء ناحيه الشمال او في نص الملعب او اليمين، ضغط على النادي الاهلي لان النادي الاهلي بيحب ان هو يستحوذ ويدور الكره من اليمين للشمال، يعني النادي الاهلي هو دي طريقه لعبه الاساسيه قبل ما يعمل اختراقات من ناحيه الاجناب او من نص الملعب، فاعتقد ان محمد يوسف هيلعب على يعني ضغط
في الزون اللي فيه الكوره، وفي نفس الوقت هيعمل ضغط برضه على مفاتيح اللعب. واحد زي عبد الله السعيد لازم هيلعب عليه، هيخصص له واحد مان تو مان. وليد سليمان النهارده له دور كبير قوي لازم برضه يستغله. فاعتقد ان الطريقه هتبقى اشبه بالطرق اللي بيلعب بيها الفرق الثانيه، مع حته بقول لك اللي هي زياده شويه اللي هي الضغط فيه على مفاتيح اللعب والضغط على الكوره في الزوم بتاعها. طيب كابتن رضا، يمكن باكا بقاله فتره يعني ما كان لعب وكان لعيب مميز يعني وادى دور مميز لما كان موجود، النهارده موجود مره ثانيه بشكل اساسي، لاعب مميز بالسرعه في ظل وجود ايضا وليد ازارو لاعب ايضا مميز بسرعه، استغلال الاثنين دول النهارده اعتقد في الجزء الهجومي هيفرق كتير قوي بالنسبه لعبد الله السعيد وليد ازارو، وبالنسبه لعبد الله السعيد كمان في حته الباص نفسه ان هو بيديه فين وبيحطه في اي منطقه، المنطقه الفاضيه دايما باستمرار بالنسبه للاثنين دول. بيبقى مهم جدا يبقى عندك سرعات في الجزء الامامي، ده مهم جدا. فيعني فالحمد لله احنا عندنا اثنين، يعني مش واحد بس كنا بنتكلم ان وليد بقى، لا ده باكا كمان لعيب قوي جدا. انا شايف ان ده هيبقى الفتره اللي جايه هيبقى مؤثر جدا في النادي الاهلي. الفكره كلها ان انت ازاي تربط الاثنين دول ببعض. يعني في مشكله، بس المشكله الوحيده اللي ممكن تقابلك ان الاثنين دول اثنين سرعه جدا، فلو مش رابطين مع بعض هتلاقي مشاكل كتيره جدا، هيقفلوا على بعض. دايما يبقى عندك اثنين سرعه، لو انت كمدير فني ما قدرتش تخصص لهم اماكن، او في الهجمه لما تبقى مع عبد الله في المنطقه دي انت فين وانت فين، هيبقى في مشكله. لو جريوا مع بعض في اتجاه واحد او عكس بعض هيبقى في ازمه في الاختراقات والسرعات اللي عبد الله مميز بيها. فدايما انت كمدير فني لو انا هعمل الطريقه دي يبقى انا لازم اشتغلت عليها الفتره اللي فاتت. بس انا شايف ان الوقت حتى لو اشتغل على الفتره اللي فاتت هيبقى وقت ضيق قوي. ان انت تحط الاثنين وتقدر تعوضهم على طريقه معينه هتبقى فيها، ده لو اشتغلوا اثنين جنب بعض، الاثنين جنب بعض او حتى واحد تحت الثاني. هو واحد تحت الثاني ده لو انا بلعب ناحيه الشمال وهو وليد اصلا كمان بيطلع على اطراف كتير جدا. وليد اصلا بيحب يطلع على اطراف كتير. تمام. فلو طلع في اتجاه باكا بقى هنا بقى هيبقى في عندك خلل، هنا هيبقى في مشكله. لو دي مش متمرنين عليها وحافظين اتجاه زي ما الكابتن اتكلم في الجزئيه بتاعت رامي ربيعه ان هو ازاي يبقى رابط مع اللي جنبه، هي نفس الفكره. دايما الثنائيات في الملعب مهمه جدا، حافظين بعض. العدله بتاعته كمان على فكره، محمد نجيب لما بيلعب عدلته ناحيه الشمال بالظبط، ولما لعب ما جنب ايمن اشرف كان بيلعب ناحيه اليمين، فالى حد ما الامور بالظبط ما كانتش مظبوطه شويه. هي دي الفكره، ان انت النهارده لو انت بتحط لازم وانت بتشتغل عموما حتى في الفرقه كفرقه كامله 11 لعيب، انا ازاي احط اربع لعيبه جنب بعض يطلعني الناتج 100%. تمام. ما ينفعش احط اربعه مميزين هم كل واحد فردي 100%، ولكن الاربعه مع بعض ما يطلعوش ناتج 50%. تمام. مع ان كل واحد لوحده لعيب مميز. لما بيتحط في مجموعه لا بيقل، الناتج بيقل. يبقى انا النهارده لما باجي احط ثنائيات في الملعب لازم احط اثنين متفاهمين جدا. انا اوتوماتيك لو انا في نص الملعب بلعب جنب حسام عاشور، انا وانا بضغط انا متاكد ان حسام عاشور في ظهري. لو انا مش متاكد ان حسام عاشور في ظهري مش هضغط، انما انا عشان عارف طريقه لعبه وحافظه فانا هضغط عشان اعرف ان هو في ظهري. وهكذا روس حرب، وهكذا نص ملعب شريف في الحته الدفاعيه كمان. لما كان شريف اكرامه متواجد كان في مشكله بينه وبين الخط الامامي، الكلام الحوار ده كان الحوار دايما كان مش متواجد بينهم وبين بعض، فكان عندنا مشكله. انما لو احنا هنا عندنا الجزئيه دي في حوار دايما واحنا قاريين بعض، لو شريف بيطلع بيبقى عارف مين اللي في ظهره، لو انا رامي ربيعه بيطلع بيبقى عارف مين الباك ليفت بيبقى فين. انت بتلعب اوتوماتيك بالظبط، يعني انا حافظ اوتوماتيك. حافظ انا الطبيعي يا كابتن ان انا صحيح. هو فكره الثنائيات ايه؟ ان انا ببقى حافظ اللعيب اللي جنبي. لو انت راس حربه وحافظ اللعيب اللي جنبك بيعمل ايه انت هتستريح جدا، لان انت اوتوماتيك بتلعب على لعبه هو، فببدا اعمل الحاجات اللي انا متاكد ان هو يعملها اوتوماتيك. صحيح. فانا ببقى الامور بينك وبين اللعيب الثاني دايما رايحه جايه. صحيح. فدايما الثنائيات دايما جنب بعض دي مهمه جدا. فانا الاثنين دول اللي هم مميزين بسرعه، لو احنا ما قدرناش نعمل خلق فرص من عبد الله السعيد في السرعات والحاجات هيبقى فيها مشكله، ولكن لو ظبطت هتبقى حل. ايجابياتها كثيره جدا طبعا، لو اتحل لو اتعملت بطرق لعب لا هتبقى ايجابياتها كثيره جدا جدا جدا، وحلول كثيره جدا على زي ما انت عايز. عايزينك انا يعني عايز اتكلم على باكا بقى بصفه خاصه. اول ماتش ليه اساسي، بيلعب الفترات اللي فاتت بياخد شويه في الشوط الثاني كان بعيد شويه كمان كابتن. كان بعيد. فاعتقد انه اختبار رئيسي بالنسبه للجهاز الفني في باكا وللجمهور. انت لغايه دلوقتي عندك اللعيب ده بقاله فتره متواجد، عايز تعرف اللعيب ده فين اخباره ايه بقى، لان خلي بالك يا فاروق دلوقتي مش زي الاول.
الاول من سنين فاتت كان اللعيبه الموجوده يعني مش كتير قوي، دلوقتي كل مركز فيه 3 و4 والمكان ده كمان والمكان بالتحديد ده يعني. فاللي يمس اللي هتجيله فرصه ومش هيبين المستوى المطلوب منه مستوى النادي الاهلي، اعتقد ان مفيش فرص جايه بالنسبه له. فهو محك رئيسي بالنسبه له النهارده، مش في برضو كمان التوصيل والمساعدات، لا في احراز برضو الاهداف، لانه في المقام الاول بيلعب برضو ايه طرف مهاجم. صحيح. فده اختبار رئيسي بالنسبه له. طيب سؤال سريع بقى كابتن قبل ما ننتقل ونروح للمباراه، وان شاء الله هنكون متواجدين بعد الماتش ان شاء الله، يكون في حاله فوز كده نقدر نحلله بشكل جيد، مدراء النادي الاهلي الاقرب بالنسبه للفكر كابتن حسام للنزول النهارده. اعتقد ان اسلام محارب هيديله طبعا النهارده، هو بيفكر لبكره كمان. بالظبط كده، هيديله لو يعني هي على برضه نتيجه اللقاء. يعني لو انت ان شاء الله كسبان ممكن الشوط الثاني بقى يدي فرص لاحمد ياسر. ريان ممكن يديله شويه، ممكن ميدو جابر لو النتيجه كويسه. لو في لسه على حسب بقى ظروف الماتش وظروف، ممكن برضو يستعين باسلام محارب او احمد شيخ ان شاء الله. بدايه اللقاء كابتن رضا هيكون عامل ازاي بالنسبه للنادي الاهلي والبتروجيت؟ انا اتوقع ان كابتن محمد هيلعب زون ديفنس في البدايه، مش هيهاجم، مش هيجازف خالص. المباراه هتبقى زي ما احنا بنتكلم فرقه زون ديفنس، يبقى انت لازم تلعب على يعني تلعب على ان انت تحرز هدف بدري عشان يبدا المباراه تبدا تفتح بالنسبه لك وتقدر تلعب بطريقه لعبك، وده مهم جدا يعني. صحيح. اشكرك كابتن، اكيد هنكون متواجدين بعد الماتش، هنحلل الماتش ان شاء الله، ويكون نتيجه فوز يبقى احنا سعداء كده واحنا بنحلل المباراه، وثلاث نقاط مهمين نوصل بيهم للنقطه 33، وانا يعني هنفضل منتظرين ان شاء الله حتى مباراتين المتاجلتين بالنسبه لنا، مباراه النصر والمقاولين ان شاء الله، ويكون طبعا في المركز الاول بهاتين المباراتين بامر الله. خلينا بعد المباراه هنكون متواجدين معاكم من خلال استاد الاهلي والتحليل الفني لهذه المباراه. كل الاهلاويه مبروك للنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي النهارده فوز مهم على فريق بتروجيت. اعتقد مباراه كانت صعبه، ولكن الحمد لله في الشوط الثاني الامور اتحسنت بشكل كبير، 3 اهداف مقابل لا شيء لبتروجيت. النادي الاهلي النهارده احرز في الدقيقه 60 هدف لوليد سليمان، طبعا تالق ملحوظ في هذه الكره من عبد الله السعيد والبديل احمد حمدي، لتستقر في شباك من عن طريق وليد سليمان اللي بيحطها بشكل مميز جدا في الدقيقه 60، وبيفتح الطريق لباقي الاهداف، وبيطمن الى حد كبير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في المباراه. الهدف الثاني طبعا تناقل الكره ما بين ارجل لاعبي النادي الاهلي بشكل مميز جدا، وبتروح طبعا لعبد الله السعيد اللي بيحطها ايضا بشكل مميز جدا. الهدف الثاني في الدقيقه 76، الهدف الثاني لعبد الله السعيد وللنادي الاهلي. اعتقد ان احنا يعني بالهدف ده الامور اطمأنوا اكتر اللاعبين، وبالتالي الشكل كان افضل، وكان في بعض الفرص ايضا كان ممكن النتيجه تبقى افضل من ذلك من 3 اهداف. لكن طبعا مبروك للنادي الاهلي، ده الهدف الثالث، ضرب الجزاء للنادي الاهلي، وبيتصدى لها عبد الله السعيد في الدقيقه 80 وبيحرز منها الهدف الثالث. حاجة جميلة جدا النهارده، عودة انتصارات من جديد، نتمنى انها تستمر بشكل جيد، واللعيبة بقى تبقى مرحلة الفوقان تيجي عن طريق هذه المباراة، والحالة النفسية تعلى بشكل كبير. وان شاء الله المباراة القادمة طبعا احنا عندنا مباراة الزمالك، ثم يعني مباراة النصر قبلها ان شاء الله، ثم مباراة الزمالك في الاسبوع 17 ونهاية الدور الاول، ولسه فاضل لنا بقى مباراة مؤجلة بعد كده امام المقاولون العرب، دي هتتلعب ان شاء الله في شهر 2، هيتحدد ميعادها من قبل اتحاد
الكرة. مبروك للنادي الأهلي 3 نقاط ليرتفع رصيده للنقطة 33 وبيحتل المركز الثاني خلف نادي الإسماعيلي. مبروك مرة تانية كابتن محمد حشيش وكابتن رضا شحاتة معايا مرة تانية في الاستوديو. وطبعا مبروك كابتن محمد ومنور مرة تانية كابتن. الله يبارك فيك. بس عايزين نقول حاجة طبعا قبل ما نهني النادي الأهلي، عايزين نعزي طبعا شهدائنا أخباط ومسلمين من الجريمة طبعا اللي حصلت النهاردة، الجريمة البشعة الإرهابية طبعا، ونحسبهم يعني شهداء عند ربنا وربنا صبر أهلهم يعني. أمين. طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي. زي ما توقعنا برضو قبل المباراة، أنا قلت إن شاء الله النهاردة هتبقى مرحلة انتقالية بإذن الله، يعني إن شاء الله النادي الأهلي يكسب ويكسب كويس، عشان الأهلي محتاج في هذه المرحلة وبعد بعض الإخفاقات في النقاط اللي حصل خلال المباريات اللي فاتت، إن شاء الله يحصل مكسب ويحصل يعني أهداف غزيرة يعني زي النهاردة 3-0 سكور كويس. أنا بس كان يهمني النهاردة أن يبقى الأداء أحسن من كده. يعني لو هنتكلم على الماتش لازم نقسمه شوطين. الشوط الأولاني طبعا كان أداء سيء بالنسبة للنادي الأهلي، الريتم كان بطيء، رتم اللعيبة كان بطيء، أو تحس اللعيبة مش قادرة تجري، الريتم بطيء، الكرة عشان تنتقل من الدفاع للهجوم ببطء شديد، وده اللي بيخلي طبعا فرقة بتروجيت تزبط أماكنها. وزي ما احنا قلنا برضو في البداية، كابتن محمد يوسف هيلعب بطريقة دفاعية في ملعبه ويضغط على مفاتيح النادي الأهلي ويضغط على المناطق اللي فيها كرة، وده اللي حصل. ويمكن ساعدوا على كده الريتم البطيء بتاع لعيبه النادي الاهلي وعدم التحرك من غير الكوره اللي هو بيخلق المساحات. ده بالنسبه للشوط الاولاني، شوط طبعا يعني عقيم جدا بالنسبه لي، حتى الفرص الضائعه من ناحيه النادي الاهلي او بتروجيت. لو اتكلمنا عن الشوط الثاني، وبدايه من يمكن بعد ربع ساعه من الشوط الثاني ابتدى النادي الاهلي الاداء يبقى اكتر سرعه، الكرة انتقلت بسرعة بين اللعيبة، وده اللي يمكن شفناه في الهدف طبعا الأولاني بتاع وليد سليمان وهدف عبد الله سعيد. الكرة كانت بتتحرك بسرعة واللعيبة كان برضو الجري الكتير اللي من غير كرة كان أدى إلى فتح مساحات برضو في دفاع بتروجيت أدى إلى الجنين. الكرة الثالثة طبعا كرة مرتدة ضرب جزاء عرقلت طبعا أزارو. الشوط الثاني في مجمله أو يعني اخر نص ساعه هستاذنك كابتن معلش انا اسف سريعا، بس هنروح لزميلنا كريم احمد وطبعا لقاء مع كابتن سيد معوض مدرب الفريق في للنادي الاهلي. اكيد الف مبروك لكابتن سيد والجهاز الفني، اتفضل يا كريم. صابرين معاك يا كابتن فاروق، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معنا الكابتن سيد معوض طبعا مدرب الفريق للنادي الاهلي. مبروك طبعا يا كابتن سيد، النهارده مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، كان قابلنا سوء توفيق كبير خلال الفتره الماضيه، لكن النهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. شايف المباراه النهارده ازاي؟ تقييمك كلام الكابتن حسام النهارده شكله عامل ازاي؟ لا يعني اول حاجه الواحد بيحمد ربنا، مكسب كان مهم جدا بالنسبه لنا خاصه بعد الظروف خلال الفتره الاخيره وعدد النقاط اللي احنا فقدناها، انما احنا نعتبرها النهارده مباراه بدايه مرحله ان شاء الله للمباريات الجايه. عندنا مباريات مهمه جدا ان شاء الله دي تبقى بدايه كويسه، وخاصه الشوط الثاني. يمكن الشوط الاولاني ممكن كان عندنا اخطاء كثيره، ميس باص كتير، انما الشوط الثاني مع التغييرات اللي تمت خلال الشوط باسلام واحمد حمدي وميدو ما نزل في الاخر، فكلها حاجات ايجابيه جدا. اللعيبه الشوط الثاني بكل امانه كان في تغير تماما عن الشوط، الريتم بقى اسرع، جالنا فرص، بقى عندنا المساحات. خلي بالك الامور دلوقتي بتبقى صعبه مع فرق كتير، لان فرق كتير بتلعب. يعني النهارده مثلا فريق بتروجيت كابتن محمد يوسف مثلا بيدافع بعدد كبير من اللعيبه، موجود عدد من المدافعين حتى في وسط الملعب، في كثافه كبيره جدا. يمكن بعد الجول الاولاني الامور بقت اسهل بالنسبه لنا، بقى في المساحات. يعني مثلا شفنا كميه الكور اللي راح بيها وليد ازارو بعد ما جبنا الجول الاولاني، خلاص بقى في مساحه للجري، في مساحه ان انت بتقدر تتحرك مع الناس. الشوط الثاني مميز جدا لكل لعيبتنا، ومميز جدا لعبد الله، ومميز لوليد سليمان، لاحمد فتحي، لكل اللعيبه اللي كانت موجوده. السوليه الشوط الثاني مميز جدا، فايمن اشرف من وجهه نظري هو نجم المباراه بالنسبه لنا، لعيب من اللعيبه المهمين النهارده، رجع لايمن اللي قبل 3 ماتشات قبل كده، فكلها حاجات ايجابيه. فانا زي ما قلت لك في الاول احنا نعتبرها بدايه كويسه لينا ان شاء الله، ونتمنى الاستمراريه في اللي جاي ان شاء الله. اكلمك على المباراه القادمه، مباراه النصر اكيد انتوا بتقفلوا خلاص، ممكن الصفحة
الصفحه دي وتستعدوا للمباراه القادمه لا تقل اهميه عن مباراه اليوم؟ شايف الاستعداد للمباراه القادمه ازاي يا كابتن سيد؟ لا استعداد طبيعي جدا. ما هي مرحله يعني ما النصر الزمالك وبعد كده هنقفل موضوع الدوري وهنركز في مباراه السوبر المصري. بس نتكلم ان الامور كلها خلال الشهر الجاي ده مباريات كتيره جدا ومباريات مهمه في كل البطولات يعني السوبر بالنسبه لنا وبطوله الدوري. يعني المباريات دي هيبقى ليها حاجات كتيره جدا في حسم البطوله او من ان انت تقرب او تعرف المنافس بتاعك لان انت هتلاعب الاسماعيلي وهتلاعب المقصه وهتلاعب الزمالك ماتشات كلها صعبه جدا. فان شاء الله نتمنى الاستمراريه زي ما قلت لك الظروف اللي مرينا بيها خلال الفتره اللي فاتت انما نعتبر النهارده بدايه وبدايه جيده جدا. الشوط الثاني بالنسبه لنا بدايه جيده هنبني عليها ان شاء الله للي جاي. بعيدا عن الدوري العام غدا مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد مباراه يمكن عالميه طبعا بكل المستويات والدور الاهلي الوطني المعروف طبعا خلال طبعا مكافحه الارهاب وغيره. شايف المباراه القادمه اللي جايه ازاي يا كابتن سيد وانت احد نجوم النادي الاهلي وشاركت في عدد كبير جدا من المباريات العالميه يا كابتن سيد؟ يعني دي مباراه مهمه برضو مهمه لان انت بتبين صوره مشرفه سواء للنادي الاهلي او لمصر. فان شاء الله نتمنى ان هي تظهر بالشكل الكويس قدام الناس كلها ونتمنى اللعيبه اللي هتشارك بكره سواء من النادي الاهلي او اللعيبه اللي جايين من انديه الدوري او اللي جايين من الدول العربيه يكون حاجه كويسه بالنسبه او بشكل كويس يبان للناس. وان شاء الله احنا يعني هنبدا من النهارده نعدلها بشكل كويس جدا ان انت تحاول تخرج الشكل الكويس واللي يبان قدام الناس سواء في الملعب او بره الملعب. يعني احنا بالنسبه لنا احنا الملعب حتى التشكيله اللي هتتم ممكن يبقى فيها جزء من لعيبه النادي الاهلي وجزء من اللعيبه اللي جايه بس ان شاء الله الامور تبقى كويسه يعني ان شاء الله. لو برجع للمباراه يمكن ظهور رامي ربيعه كاول مره طبعا بعد فتره كبيره ظهر بشكل رائع جدا. شايف ظهور رامي الفتره اللي جايه ازاي وان هو كمان فتره كبيره كان في كلام كتير جدا ان رامي واخد وقت كبير جدا ان هو ما نزلش لكن النهارده ادى واداء رائع جدا ويتمنى له الفتره اللي جايه اكتر من كده كمان يا كابتن. رامي من العناصر الاساسيه بالنسبه لنا والنهارده عودته مهمه جدا وان شاء الله سعد لما يرجع. دول لعيبه اساسيين احنا بنحاول نلاقي حلول ايمن اشرف انما بعوده رامي وسعد الامور هتبقى احسن ان شاء الله. وبرده النقطه اللي رامي يعني حتى اصابته ما خدتش وقت كبير واحنا برده ما بنستعجلش على اللعيبه يعني حتى اللعيبه المصابه كلها ما بنستعجلش عليها لان انت ضغط المباريات ده كل اربع ايام فمش عايزين حد يتصاب تاني. كان علي نزل من حوالي اسبوع او 10 ايام سيبناه يتمرن معانا اسبوع لحد ما الامور تبقى كويسه والامور والحساسيه تكون موجوده وبدا يدخل في الفرقه. وعلي لسه قدامه برده فتره لانه يرجع المستوى مع مرور المباريات ان شاء الله. انما رامي عنصر من العناصر الاساسيه قبل الاصابه وموجود معانا بشكل كويس والنهارده برده بالنسبه له عوده كويسه يعني ان شاء الله نتمنى ان هو يستمر عليها ان شاء الله. ربنا يخليك يا رامي. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد معوض المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي. تصريحات هامه جدا زي ما بنقول النهارده كانت مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي. ثلاث نقاط هامين في مشواره في بطوله الدوري العام وغدا المباراه الاقوى والمباراه العالميه الاهلي واتلتيكو مدريد. وزي ما الكابتن سيد معوض قال بعض اللعيبه هتلعب وبعض اللعيبه طبعا هتريح. في لعيبه كمان متواجدين من الامارات ومن البحرين يمكن طبعا عدد كبير جدا ونجوم كثيره جدا ستكون متواجده غدا هنا في استاد برج العرب الاهلي واتلتيكو مدريد. عوده ليك يا كابتن فاروق لو في استفسار يا كابتن فاروق. اشكرك كريم طبعا مبروك للكابتن سيد اللي قال يعني بعض الامور خاصه طبعا بالفريق. النهارده مكسب مهم ومكسب بيعود الثقه بشكل كبير في للاعبين وللنتائج في الفتره القادمه. ايضا مكاسب ايضا زي ايمن اشرف كابتن سيد اتكلم عليه ان هو النهارده ظهر بمستوى جيد يمكن عن الماتشين اللي فاتوا فبالتالي عده مكاسب. اتكلم ايضا على مباراه اتلتيكو اتكلم على المباراه القادمه بالنسبه للدوري الممتاز مباراه النصر والزمالك. كل ده كابتن سيد معوض بيتكلم عليه ان شاء الله يعني كل التوفيق ليهم ونتيجه مميزه النهارده. ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا في مشوار الدوري الممتاز بالنسبه للنادي الاهلي للحصول على هذه البطوله. كابتن رضا خليني اروح لحضرتك وبرضه اقول لك مباراه النهارده ومن رؤيتك من خلال مشاهدتك للمباراه اكيد في بعض الامور الايجابيه حصلت النهارده من خلال النتيجه ايضا ومن خلال الاداء. كابتن رضا يعني في البدايه اقول مبروك للنادي الاهلي على الفوز النهارده وده كانت حاجه مهمه جدا جدا ده في المقام الاول يعني ان احنا نتكلم في جزئيه عايزين حاجه تفوق الفريق فالنتيجه ايجابيه جدا. لما نحلل الاداء كمستوى فريق النادي الاهلي احنا بنتكلم لحد الدقيقه 60 شكل النادي الاهلي بطريقه ومن بعد الدقيقه 60 من الدقيقه 61 بالظبط بعد الهدف الشكل كله اتغير. لو اتكلمنا على الدقيقه 60 من اول الشوط الاول لحد الدقيقه 60 كان في مشكله في الضغط في نص الملعب، في مشكله في الضغط في الجزء الامامي. حتى لما لعيب واحد بيضغط هو الضغط فكره الضغط هو بضغط جماعي، الضغط الفردي ما توصلش بيه النتيجه لان لو لعيب واحد بيضغط ففي عندك مشاكل في كل الملعب.
فدي كانت عامله ازمه في النادي الاهلي. مفيش خطوره بشكل واضح، حاجات كلها حاجات فرديه. دايما الكره اللي بتيجي من العمق اللي هي دايما من نص الملعب بيلعب في عمق على ال 18 دايما مقطوعه. اتكررت 7 أو 8 مرات كل الباصات اللي ملعوبه على ال 18 اتقطعت في الشوط الاول لحد الدقيقه 60. المشكله كمان هنا ان كان العامل البدني في بتروجيتي كان لسه واقفين على رجليهم وقادرين يغيروا النادي الاهلي، فكانوا بيعملوا هجمات مرتده. كريم طارق واحمد العجوز وشبيطه وعمرو حسن ناحيه اليمين في كوره كانت خطيره جدا النادي الاهلي، العرضيه العرضيات اللي هي اصل الازمه عند النادي الاهلي الكرات العرضيه، اي كره عرضيه على النادي الاهلي فيها مشكله. ولو كانت الكره دي دخلت لنادي بتروجيت كانت عملت ازمه في النادي الاهلي، كانت عملت مشكله. ولكن الهدف لما النادي الاهلي احرز الهدف الاول بدا يبقى فيه المساحات اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هو احنا قلنا في اول كلامنا ان النادي الاهلي بيحتاج مساحات عشان عنده سرعات، فبدات لما المساحات دي بقت موجوده فبدا النادي الاهلي يبان بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه. الحاجات الفرديه اللي احنا اتكلمنا عليها برضو في البدايه وليد سليمان، اللعيبه اللي هي عندها حلول، اللعيبه اللي عندها شخصيه، النهارده هم اصحاب القرار، سواء وليد او عبد الله سعيد هم اصحاب القرار. الهدف الاول وليد مقرر قبل الكره ما توصل له هو هيعمل ايه، فده الهدف. عبد الله سعيد الهدف اللي جابه برضو هو بيستلم وعارف هيشوط امتى، يعني انا قصدي ان القرار متاخد قبل الكره ما تيجي، فدي حاجات مهمه جدا للاعيب اللاعب الفرق بين اللاعب الدولي اللي بيعمل الفرق دايما يا كابتن وليد لعيب يعمل الفرق. احنا اتكلمت في اول قبل اللقاء ما يبدا، ده لعيب مهم جدا لان هو عنده الملكه دي وعنده بيعرف امتى يقف وامتى يلعب. الهدف طبعا اللي اتلغى اللي هو التسلل، هو في بدايه اللقاء ده لا وليد اظهره تسلل ولا اي لعيب، اللعيبه كلها ولا باكا تسلل، الاثنين اللعيبه ما فيهمش اي حاجه. وحتى لو وليد التسلل هو ما كانش مشارك في الكوره، فده برضو الحاجات التحكيميه. ولكن برضو احنا الحاجات التحكيميه دي مش عايزين نتطرق ليها لان ده وارد في الكوره، ممكن تبقى ليك مره وعليك مره. ولكن في المجمل النادي الاهلي شكل غير. قدامك دي يا كابتن اصلا هي دي الكره اللي انت بتتكلم. دي يعني وليد مش تسلل في الهدف اللي احنا بنتكلم ان وليد، ولكن كمان حتى لو هو تسلل اللي هو مش مشارك في الكوره، فالكره دي انا شايف ان ما فيهاش اي حاجه خالص على اقصى تقدير على خط واحد مع الباك اللي ناحيتنا. لا يعني حتى ولا حتى على خط واحد، يعني حتى اللي على خط واحد هتبقى ايد وليد، ولكن الايد انت ما بتستغلهاش في الهدف طبعا. يعني مش هتقدر تجيب هدف بايدك طبعا. فما بيحسش تسلل يعني ما لمس الكوره على الاقل. فانت هنا الجزئيه هنا مختلفه. الحاجه اللي انا شايف ان هي الحاجه المضيئه بقى في المباراه من وجهه نظري الهدف التاني، ان احنا طلعنا بالشكل ده وتطلع زي ما بنقول سلم كده ان انت تعمل هجمه مرتده منظمه رجل الرجل. وكل لعيب شايف اللعيب التاني من غير ما يبص له، يعني هي ده اللي احنا بنتكلم عليه، احساس اللعيبه ببعض. الهدف التاني بص كل الحركات هنا كله كره سهله، وليد بيلعب سهله، استلم وبيلعب سهله، اسلام بيلعب سهله، عبد الله بيستلم وحط جون. اسهل ما يمكن في كره القدم. ايه كره القدم اسهل ما يمكن في كره القدم نقولها على الهدف ده. حلاوتها كمان في صحيح. ده يمكن اكتر حاجه مضيئه من وجهه نظري في اللقاء، الاسهل ما يمكن في كره القدم لو انا بعلم ولد ازاي تبقى الكره سهله هو الهدف ده من بدايته لحد ما احرزنا الهدف. فدي حاجه لازم نعلق عليها ان دي الكره سهله جدا، يعني الكره دي بتقول ان الكره سهله كل واحد محضر. وليد حتى بيستلم بظهره وراح لعب شماله، واسلام محارب مش شايف اصلا عبد الله برده، بس احساسه بالمكان واحساسه ان عبد الله هيبقى موجود في المكان ده لاعبها من غير ما يبص عليه. وعبد الله مقرر وهو بيستلم مقرر، لان عبد الله لو مش مقرر هنا هيقف على فكره مش هيشوط بشماله، هيروح هيلم هو. عبد الله بيحب يقف. جات له واحده في الشوط الاولاني عبد الله ممكن لو كان حطها برده بنفس الاسلوب والسرعه بالظبط كانت هدف. كان هدف ولكن هنا يلم لا يلم على جوه كم مره بالظبط، دي مختلفه. ده هو مقرر انا هشوط هنا انا هستلم وهشوط، فالقرار هنا فرق. ما بيقررش نفس الخطا مرتين عبد الله، خلي بالك حاجه مميزه جدا ودي بتفرق معايا. كابتن فاروق ايه الفرق بين اللاعب الدولي واللاعب المحلي؟ اللاعب الكبير واللاعب الاقل، اللاعب اللي سعره عالي واللي سعره اقل، هي دي الفروق اللي بتحل اللغز عندك في المباريات. طيب يعني كابتن محمد، يعني اتكلمنا عن الشوط الاولاني الى حد ما كان الاهلي بعيد، يعني كان واضح ان بتروجيت الى حد ما حتى كان ممتلك وسط الملعب في بعض الاوقات. ايه الفرق وايه اللي حصل في الشوط الاولاني ما حصلش الشوط الثاني عشان كده النادي الاهلي اختلف في الشوط الثاني؟ الشوط الاولاني كان الريتم بطيء جدا، ما كانش فيه تحرك بدون كوره اللي هي بيخلق المساحات. كان الاهلي مصمم ان هو يعمل اختراقات من النص من العمق، ودي كانت مقفله بلاعيبه بتروجيت، كان في كثافه عدديه في الحته اللي في النص اللي قدام ال 18. الاهلي افتقد الميزه الاساسيه اللي عنده بنكررها تاني اللي هي اللعبه من على الاجناب، والكرات طبعا العرضيه اللي بيستغلها طبعا واحد زي وليد ازارو اللي بيبيد طبعا العاب الهواء.
الريتم البطيء ده خلى التمركز الدفاعي للاعيبه بتروجيت بيبقى سليم، بيلعبوا راحتهم. لعيبه بتروجيت يعني لو تلاحظ من اول مباراه مش مستعجلين، هو بيحاول يستحوذ وبيلعب بهدوء اعصاب وبينقل وبيلعب في نص ملعبه. ما شفناش هجمه خطره الا هجمه عشوائيه ليهم في الشوط الاولاني. هو بيستنفذ وقت بالاستحواذ وبنقل الكوره، مش مستعجل على حاجه، وبيضيق المساحات وبيزهق بمعنى اصح لعيبه النادي الاهلي. الشوط الثاني اختلف، واعتقد ان لازم كلمه السر في الدقيقه طبعا 60 اللي هي كمان نزول احمد حمدي، لان انا برضو ما زلت من الناس المقتنعه جدا بموضوع الاثنين ديفندر. ما ينفعش فرقه تبقى اثنين ديفندر بقطع الكوره واسلمها جنبي، ما ينفعش، لازم يبقى في واحد. مش معقول عبد الله السعيد هيشيل حته صانع الالعاب لوحده، استحاله، لان ممكن يكون متوظف له حد يمسكه، فبالتالي بيقف مفتاح من مفاتيح لعب النادي الاهلي. اما احمد حمدي نزل مكان عاشور، ابتدى النادي الاهلي ينقل كوره، وشفنا خلق المساحات واحد على واحد، احمد حمدي بيعدي فبيخلق مساحات، بيضطر الناس تسيب اماكنها وتضغط عليه فبيخلق مساحات، وده اللي شفناه في الجون الاولاني والجون الثاني. الموضوع اختلف، الريتم لو تشوفوا بتاع اداء النادي الاهلي اختلف ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني، وبالتحديد بعد ما احمد حمدي نزل. يمكن انا يعني ما حسيتش بتاثير اسلام زي ما حسيت بتاثير بتاع احمد حمدي كصانع العاب مع عبد الله السعيد. اللعب بقى لقدام، ما بقاش للاجناب، اللعب بقى للعمق، اللعب بقى ناحيه الاجناب، وشفنا انطلاقات برضو معلول في الشوط الثاني غير الشوط الاولاني خالص، كذلك برضو وصول احمد فتحي في ناحيه اليمين. فهو القصه اختلفت تماما، ان بقى في واحد بس ديفندر السوليه، وبقى الاعتماد الاكثر على احمد حمدي مع عبد الله السعيد في يعني كصناع العاب للفراوده والاجناب. طيب خليني اروح لزميلنا كريم احمد طبعا بعد المباراه، ومع لقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي، والف برضه مبروك لكابتن سيد عبد الحفيظ. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد معنا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبارك لك طبعا كابتن سيد في البدايه، ثلاث نقاط مهمين جدا المباراه النهارده. يمكن كابتن محمد يوسف كان مقفل شويه بعض الامور طبعا في خط الدار، لكن شايف المباراه النهارده ازاي؟ وهكلمك على ضربه الجزاء، لان هي ضربه جزاء، اللي هكلمك طبعا على الهدف، لان الهدف حقيقي وصحيح 100%. الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله على الاداء. المباريات كلها متلاحقه ومتتاليه، فبالتاكيد يعني كلها بتبقى صعبه وظروفها بتبقى صعبه. مباراه زي النهارده كانت محتاجه انها تتفتح بجول، الجول جه لكن جه في الدقيقه تقريبا 23 او 24 من الشوط الاول، كان ممكن يسهل الدنيا على الاخر. يعني جول شرعي مليون في الميه بالتاكيد، ما فيهوش اي كلام. كابتن ابو الرجال من الحكام المتميزين جدا، وانا بحبهم جدا وبحترمهم على فكره لقدراته ولشخصه يعني، لكن اعتقد دي واحده من الاخطاء اللي اعتقد يعني سهله قوي، مش صعبه خالص، لا على خط واحد ولا حد حاجه بالرؤيه ولا انت متاخر ولا حاجه، دي باينه جدا جدا يعني، ده على الاقل فيها خطوتين خطوتين ونص يعني، لكن في النهايه بتحصل يعني. بين الشوطين اكيد كان في كلام، لان كان في تغير كبير جدا الشوط الثاني، وظهرنا بشكل رائع جدا الشوط الثاني. ايه اللي ممكن يكون كابتن حسام قاله وكابتن سيد قلته ايه بين الشوطين يا كابتن سيد؟ بص احنا يعني عندنا احسن مجموعه موجوده في مصر، وعندنا احسن لعيبه موجوده في مصر، يعني انا مقتنع باللي هقوله لك ده، ممكن ناس تختلف معايا او تتفق معايا، لكن مقتنع بده. يعني في العالم كله مهما كانت الفرقه ومهما كانت امكانياتها وقدراتها والاسماء اللي موجوده فيها والجهاز اللي موجود فيها، بيحصل في اسبوع او 10 ايام المستوى بيقل شويه، او ممكن يتاثر بالنتائج كمان يعني. لكن ما تشغلش بالك ده هيحصل امتى، لانه هيحصل هيحصل مفيش كلام يعني. دور كده بقولك مع ريال مدريد مثلا، هتلاقي 10 ايام كده الدنيا غريبه جدا غريبه جدا، هتلاقي مع برشلونه الدنيا في 10 ايام الدنيا غريبه جدا يعني. قد يساعد الحظ وان ما تتاثرش النتائج، لكن المستوى بقى تتحفظ عليه سنه، التعامل مع ده بقى، لكن هيحصل هيحصل. فاللي بيشغلني تمام ازاي هتعامل مع ده، ازاي تخرج بسرعه وما يبقاش فيها استمراريه بشكل كبير، او الايام تكتر معاك عشان ما تاثرش على النتائج وبالتالي تفقد نقاط اكتر يعني. وجودك معانا كابتن سيد ومنع الاجتهادات عن عماد متعب، يعني موقف عماد متعب واخر التطورات، وحابين تصريحات تبقى على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ. لا عماد متعب موجود طبعا بالتاكيد، يمكن هو كان اليومين ثلاثه اللي فاتوا كان غايب، عنده حاجه في اسريه في اول يوم، وبعد كده كان عنده حاجه خاصه بالحته العلاجيه يعني. متعب قعدت معاه وقعدنا معاه من يومين، الناس اجتهدت في حاجات مختلفه خالص وبعيده خالص يعني، احنا قعدنا معاه فيما يخص الجزء الفني، فيما يخص الجزء الفني، ما قعدناش ما اتكلمناش في حاجه ثانيه. لا احنا قلنا مثلا لا يا عماد انت في حاجه في يناير، ولا عماد
ولا عماد قال لنا لا انا عندي حاجه في يناير. فالناس تجتهد زي ما انت عايز وقول اللي انت عايزه ومفيش مشكله، لكن انا بتكلم على اللي حصل، اللي حصل ما بيني وما بين اللاعب. عماد موجود بالتاكيد يعني، لكن من حق اي لاعب او اي لاعب ممكن يخبط على اوضتنا ويقول لنا يا جماعه انا الفتره اللي جايه اخبار ايه، الدنيا ماشيه ازاي، الجزء الفني ايه اللي ناقصني، ايه اللي انا محتاجه، محتاج اتمرن، محتاج ازود في حته. ده وضع طبيعي جدا يعني. فده اللي حصل فيما يخص الجزء الفني. بس اخيرا مباراه اتلتيكو مدريد ودور الاهلي الوطني المميز والرائد خلال مر العصور من 1907، شايف مباراه اتلتيكو مدريد ازاي كاحد نجوم النادي الاهلي وانت شاركت كابتن سيد في مباريات عديده جدا مع النادي الاهلي؟ بص، دي حاجه اللي تاريخيه بالتاكيد، وزيد على كده انها مرتبطه بالسلام يعني، فدي حاجه كويسه وشرف ليها بالتاكيد ان يبقى لما يتم اختيار في الوطن العربي النادي الاهلي بالتحديد يعني، لاسمه ومكانته ودوره كمان المجتمعي والوطني يعني. فدي حاجه بالنسبه لنا طبعا مهمه جدا جدا جدا. ان شاء الله الرحمن باذن الله تطلع بشكل كويس بكرة بإذن الله للأهلي على هدية. تكون مباراة رائعة، مباراة عالمية احضرها طبعا 60,000 واكثر كمان من جمهور مصر ومشجعي النادي الاهلي. بنتمناها تكون مباراة تليق باسم النادي الاهلي واتلتيكو مدريد. بكده تكون طبعا انتهت كواليسنا هنا بلقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، على امل طبعا لقاء في المباريات القادمة، وكل التوفيق من جديد للنادي الاهلي. اشكرك يا كريم. كابتن رضا، خليني اكلمك. يمكن كابتن سيد النهارده يعني ادانا حته كده احنا كنا فاقدينها، جزئيه خط الظهر. كان في بعض المشاكل كانت موجوده النهارده، بيتكلم على مش سيد حفيظ، زي سيد معوض، هو بيتكلم على ايمن اشرف وتالقه النهارده. واضح جدا ان ما اللعيبه بتبقى في حالتها بيكون خط ظهرنا ماشي بشكل كويس، ما تبقاش في مشاكل ممكن تواجهك في هذه الجزئيه، فبالتالي انت في اي وقت ممكن تجيب جون وتقدر تعزز بيه الاهداف مره اخرى. لكن ما يكون خط ظهرك كويس اعتقد الامور بتبقى ماشيه بشكل كويس. طبعا يعني النقط اللي احنا بنتكلم عليها، حارس مرمى وخط ظهر متماسك، الامور كلها بالنسبه لك بتبقى سهله يعني. الحته اللي قدام بتبقى سهله. صحيح. بس عاده النادي الاهلي ان انت عايز كل الخطوط لازم تبقى متماسكه، لان احنا في وقت من الاوقات كنا بنعاني من الحته الهجوميه، وكنا عندنا الحته الدفاعيه وحراسه المرمى مميزه. فلما كانت الحته الهجوميه كان فيها مشكله، كنا بنقول احنا عندنا مشكله والناس كلها لا، بعد لازم نحل المشكله. دايما هي دي ضريبه ان انت في المركز الاول وان انت نادي الاهلي، اللي هي ايه؟ لازم خطوطك طول الوقت تبقى متماسكه، لازم خطوطك تبقى كلها مميزه، لازم يبقى عندك حلول في كل الاماكن. انا النهارده انا شايف ان من وجهه نظري في الشوط الاول احنا كان عندنا مشكله في الاختراق من العمق ده، واحنا مصرين عليه. يعني احنا مصرين ان احنا لازم نعدي من الجزئيه دي. اتفق انت مع كابتن محمد، وكل الكرات بتتلعب في العمق هنا مقطوعه. الحل الثاني اللي لازم العب على الاطراف. طب لو ما فيش كمان اطراف، ضربات ثابته زي ما كان مريد بيعمل. انا عندي علي معلول بيعمل اوفرات مش عايز اقول لك هايله يعني لو اتعمل 3-4 اوفرات هيجوا منهم واحده على الاقل، ولكن احنا ما بنستغلش دي خالص يعني. في وقت زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول، في وقت الامور ما تبقاش ماشيه معاك زي ما انت عايز، فانت حلها ايه؟ يبقى لازم عندك واحد واثنين. الواحد الاولاني رقم واحد ان يعني انا بلعب على الاطراف، مفيش رقم واحد على الاطراف، بلعب ضربات ثابته، عندي ناس مميزه جدا في الاوفرات بتاعتها بتعمل ضربات ثابته زي علي معلول لازم استغله. يبقى انا عندي جزئيتين هنا لازم استغلهم. ما ينفعش ان احنا طول ال 60 دقيقه النادي الاهلي حاسس ان هو متكتف، حاسس ان هو مش قادر يخترق. العلامة الاستفهام من وجهه نظري في ال 60 دقيقه على النادي الاهلي، العامل البدني اللي هو النادي الاهلي مميز بيه اللي هي الروح، انا بنترجمها روح في النادي الاهلي، في عامل الضغط ما كانش موجود. لو لعيب بيضغط مفيش حد تاني بيساعده يعني. ده النادي الاهلي الميزه رقم واحد في النادي الاهلي، اي الكوره اول ما بيفقد الكوره اول لعيب بيضغط والناس كلها تحته بيستخلصوا الكوره بسرعه، لان انت دايما ثقافه ان الكوره طول ما هي معايا انا ما عنديش خطوره يعني. طول ما انا الكوره تحت سيطرتي انا هكسب في اي وقت، الكوره معايا اللي هي الخطوره، مصدر الخطوره معايا انا. استاذنك كابتن رضا، كابتن محمد، سريعا نروح لزميلنا امير هشام من مطار برج العرب ووصول بعثه فريق اتلتيكو مدريد الى مطار برج العرب. اتفضل يا امير. كابتن فاروق، تحياتي لضيوفك، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان.
في هذه اللحظات وصل فريق أتلتيكو مدريد لمطار برج العرب الدولي استعدادا لمباراة الأهلي غدا إن شاء الله. هذه المباراة الهامة واللي أكيد هدفها الأساسي هو هدف وطني من قبل النادي الأهلي، وهو تخصيص العائد الخاص بهذه المباراة لكل ضحايا وشهداء الوطن، وأكيد ده شيء مهم جدا ودور إيجابي جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن النادي الأهلي بشكل عام. خلينا أقول لك إحنا الآن متواجدين في مطار برج العرب وصالة كبار الزوار واللي هيوصل من خلالها فريق أتلتيكو مدريد بالكامل عشان يشارك في مباراة الغد المقرر لها الساعة 8 مساء. خليني أقول لك إن إحنا معاك لحظة بلحظة. في هذه اللحظات بالتحديد هيدخل فريق أتلتيكو مدريد وكامل نجومه، أكيد نجوم كتير جدا هيكونوا متواجدين، لكن في حاجة أكيد لازم أنوه عليها وهو التنظيم الجيد جدا من مسؤولي وإدارة مطار برج العرب وحسن الاستقبال طبعا للفريق، وأيضا التعاون معنا كقناة النادي الأهلي في الدخول وتصوير هذه اللحظات الهامة جدا فور وصول فريق أتلتيكو مدريد. فأكيد شيء يحسب وشيء يجب أن نشكر طبعا كل المسؤولين وإدارة مطار برج العرب الدولي. احنا الان متواجدين والبعثه الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي في انتظار دخول خلال لحظات بالتحديد فريق أتلتيكو مدريد واللي اكيد بيضم في صفوفه العديد والعديد من النجوم، اكيد ابرزهم فرناندو توريس، انطوان جريزمان، ساول، اكيد نجيز، اكيد احد اللاعبين الشباب المهمين جدا بالنسبه لفريق أتلتيكو مدريد. ايضا هيكون متواجد دييجو كوستا اللاعب العائد لصفوف أتلتيكو مدريد من صفوف فريق تشيلسي. أو زي ما حضرتك شايفين يا كابتن فاروق في هذه اللحظات فريق أتلتيكو مدريد وصل لمطار برج العرب الدولي، وزي ما احنا شايفين هم في هذه اللحظات داخلين حتى لصالة كبار الزوار وهيدخلوا لقاعة. طبعا اخوان فران لاعب فريق أتلتيكو مدريد والباك اليمين الخاص بهذا الفريق ولاعب اكيد جيد جدا، ايضا جابي طبعا كابتن فريق أتلتيكو مدريد واحد اللاعبين البارزين، اكيد طبعا المدير الفني القدير، ايضا دييجو سيميوني اكيد احد المدربين الكبار لفريق أتلتيكو مدريد. دي طبعا هدايا بتوزع من طبعا وزاره السياحه خصيصا لهذا الفريق بالكامل وكل اعضاء البعثه الخاصه بفريق أتلتيكو مدريد. ايضا ده لاعب كوكي اكيد احد اللاعبين الجديدين، النجم الكبير جدا جريزمان، انطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد، ويمكن في كلام كتير جدا حول رحيله خلال شهر يناير. ايضا يانيك كاراسكو احد اللاعبين البارزين ايضا في صفوف الفريق، ويمكن خلاص دييجو سيميوني اعطى موافقه لرحيل هذا اللاعب في شهر يناير، لكن هو هيشارك اكيد في مباراه الغد زي ما احنا شايفين في هذه اللحظات كابتن فاروق جميع اللاعبين، ايضا ساول، وايضا النجم الكبير فرناندو توريس طبعا اللي احرز كاس العالم مع المنتخب الاسباني في عام 2010، وتوماس بارتي لاعب المنتخب الغاني، العديد والعديد من نجوم فريق أتلتيكو مدريد واللي وصلوا خلاص في هذه اللحظات لمطار برج العرب الدولي استعدادا لمباراه الاهلي ان شاء الله غدا، وهذه المباراه الهامه جدا والاكيد الهدف الاساسي منها هو هدف وطني وشيء يحسب جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. هو اول شيء تم التفكير فيه هو طبعا الدور الوطني الخاص بالنادي الاهلي. هسيبك يا كابتن فاروق واسيب كل جمهور النادي الاهلي مع هذه اللقطات ونجوم فريق أتلتيكو مدريد. طبعا الحمد لله على السلامه، بنرحب طبعا في فريق أتلتيكو مدريد هنا في ارض السلام مصر، طبعا استاد هيكونوا موجودين ان شاء الله بكره وهيشوفوا قد ايه مرحب بيهم بالشكل الرائع من خلال جمهور الاهلي اللي بيمثل طبعا مصر وشعبها، واكيد هنستمتع بار سيميوني طبعا المدرب القدير وموجود مع كوكبه من نجوم العالم موجودين في فريق أتلتيكو، دايما احنا بنستمتع بيهم كفريق ولكن هنستمتع بيهم بكره ان شاء الله لايف من خلال طبعا تواجدهم هنا في استاد برج العرب ومن خلال قناة الأهلي هنا وتغطيتنا إن شاء الله لهذه المباراة حصري، فبالتالي الحمد لله على سلامتهم، ده شيء رائع، حاجة جميلة جدا يكون من خلال أرض السلام
بنوصل رسالة السلام للعالم كله من خلال مباراة كرة قدم، وده هو دائما الفكر دايما من خلال كرة قدم اللي احنا زي ما نقول ملهاش مش دور بس كرة قدم، ده دور ليك دور مجتمعي ودور مهم جدا للبلد والوطن من خلال طبعا مباراة زي كده. اعتقد انها شيء مهم جدا، وزي ما بنقول الكرة هي لغة عالمية، انت تقدر توصل اللغة بتاعتك من خلال اسلوبك من خلال طبعا كرة قدم او مباراة كرة قدم. كابتن رضا احنا كنا بنتكلم على النادي الاهلي، لكن طبعا وصول فريق اتلتيكو لمطار برج العرب كان لازم برضو نستقبلهم من خلال طبعا قناه الاهلي، وطبعا تغطيه مهمه جدا من زميلنا امير هشام وطاقم العمل هناك. طبعا حاجه مشرفه جدا وحاجه تليق باسم النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي سباق في المناسبات دي، ودايما النادي الاهلي سباق بخطوه يعني في كل المجالات او حتى في الافكار او حتى في التنظيم، دايما النادي الاهلي سابق بخطوه فالحاجات دي اتعودنا عليها خلاص في النادي الاهلي، وده بقى الدارج في الوقت الحالي. وحاجه حلوه قوي ان انت تتعامل مع لعيبه، بص النظام وداخلين ازاي والشكل والاحترام وحاجات كده صغيره، بس لازم تتعلمها ولازم تعلمها للاجيال الصغيره اللي طالعه. واللي احنا بنتكلم فيه بقى ان احنا عايزين نبقى منظمين، بص الشكل وبص الناس بتحترم بعض وهي داخله، في حاجات كده لازم نقف عندها ولازم نعلق عليها يعني. فانا اتوقع ان المباراه بكره هتبقى مباراه كان لازم يجوا بدري شويه يتفرجوا على الماتش النهارده عشان يبقوا حافظين النادي الاهلي يلاقوا شويه. لا طبعا النادي الاهلي هم عارفين ان هم يعني اكيد الناس دي ما بتجيش كده، هم عارفين التاريخ، عارفين ده لعب مع مين، الاهلي لعب مع ريال مدريد، لعب مع برشلونه، لعب مع روما، صحيح. فبالتالي لا الناس دي ما بتحركش يعني، فمش هيقبلوا طبعا يلعبوا اي حد طبعا. فرقه كبيره ومصنفه عالميا زي دي ولها جمهور في مش في اسبانيا بس في جميع انحاء العالم يعني، وعندها تاريخ وبطولات، فمش هتقابل اي حد عارفه مكانه وقدر النادي الاهلي عشان تيجي تقابله في مباراه وان كانت وديه، انما يعني بتتحسب في الاخر. خلي بالك يا كابتن، هو الهدف ثاني طبعا بالنسبه للفرقتين، ولكن هم جايين مش يعني سيموني انت عارف مدرب ما بيهرجش، وجودهم النهارده هم جايين النهارده عندهم مؤتمر صحفي بكره يلعبوا هيمشوا على طول يعني، ما فيش بقى ولا هيروحوا القاهره ولا هيروحوا يعني اي حته، ممكن بس ايه يشوفوهم الطياره بس. وبعدين سمعوا طبعا عن تاريخ النادي الاهلي مع الفرق الاجنبيه وخصوصا الفرق الاسبانيه يعني، فاكيد واخدين ده كله في الاعتبار يعني. صحيح يعني طبعا الحمد لله على سلامتهم، وان شاء الله نستمتع بيهم بكره ونستمتع بادائهم الفني الرائع مع اداء فني رائع ايضا من النادي الاهلي ونجومه، واكيد النجوم العرب اللي موجودين معانا ان شاء الله اللي هيشاركوا في مباراه الغد. كابتن رضا خليني اكمل معاك والجزء الدفاعي الخاص بينا النهارده، واللي كان سبب من اسباب حاله الاطمئنان اللي موجوده عند اللاعبين والمكسب الحمد لله لثلاث اهداف بلا شيء. اتكلمنا في الجزئيه، ولكن احنا اتكلمنا ان النادي الاهلي لازم يبقى عنده كل الخطوط تبقى متماسكه ولازم تبقى مميزه عشان احنا النادي الاهلي، فطبيعه الحال ويبقى لازم عندك الخط الاول والخط الثاني والخط الثالث، انت يعني لازم عندك كل مكان فيه ثلاث لعيبه لازم يبقوا مميزين. انا بس حابب ان انا اشكر اسلام محارب واحمد حمدي على انا بحب اللعيب دايما اللي بينزل ان شاء الله ربي يلعب دقيقه بيبقى عايز يعمل حاجه يعني. اسلام طول الوقت من ساعه ما نزل اللقاء وهو بيحاول يبقى يثبت ان انا لعيب كويس، في اوقات كان بيطمع في الكوره شويه، ولكن بطبيعه الحال عايز اقول ان انا موجود او عايز اقول ان انا عايز العب، فده حقه وكان ايجابي النهارده في المباراه. احمد حمدي انا حسيت ان الريتم اتغير في نادي الاهلي، ان الكوره بدات تبقى على الارض وما بقيناش بنلعب اللي هي الباص العرضي السهل يعني، خلي بالك ان الباص اللي بالعرض ده اسهل حاجه، الحاجات الصعبه اللي هي بيعملها عبد الله السعيد اللي هي عملها الوليد سليمان في الشوط الاول اللي عملها بالخارجي وحارس المرمى طلعها، هي دي الحاجات الصعبه، هي دي اللي فيها ذكاء وفيها تقدير، فيها تقدير مسافه وفيها تقدير لعيبه، ففي حاجات كده. فانا حابب ان انا اشكرهم في اللقاء النهارده، كانوا هايلين النهارده. في طبعا ناس من اللي بدات اللقاء كانوا كويسين، احمد فتحي وعلي معلول كان كويس، ولكن انا بتكلم عن الناس اللي هي بتنزل دايما بتبقى بتاخد وقت شويه، ولكن الاثنين دول كانوا فارقين قوي في النادي الاهلي النهارده، واتمنى ان هم الفتره اللي جايه يبقى لهم تواجد وليهم شكل في الشكل الاساسي في النادي الاهلي، لان عندهم سمات يقدروا يشتغلوا في النادي الاهلي. طيب خليني اروح سريعا لزميلنا كريم احمد مره اخرى من استاد برج العرب، ومعاه لقاء طبعا مع كابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق بتروجيت، طبعا هارد لك للكابتن محمد يوسف، اتفضل كريم.
مستمرين معاك كابتن فاروق كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني لفريق بتروجيت بنقول لك النهارده هذا كابتن يوسف اديته مباراه مميزه. الشوط الاولاني كان رائع بالنسبه لكم, قفلته بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. شايف المباراه النهارده بالنسبه لك ازاي, وشايف اداء النادي الاهلي بالنسبه لك, كنت متوقع ان هو يبقى كده النهارده ولا؟ يعني مباراه طبعا مبروك للنادي الاهلي, هارد لك لينا, لكن انت بتلعب بطل افريقيا, بتلعب فرقه فيها اوراق كبيره, جهاز فني محترم, في نفس الوقت كمان الشكل اللي لعبنا بيه الشوط الاولاني لعبنا بثلاثه في خط الظهر واربعه في, يعني لعبنا 3-4-2-1, فدي كانت يعني عايز اقول ان هي دي الشكل اللي احنا كنا عايزين نشتغل بيه على اساس ان احنا نتفادى سرعات الثلاثي الامامي اذا كان باكا او وليد سليمان مع وليد ازارو وعبد الله السعيد ايضا. لكن بعد الدقيقه 61 حصل فارق المهاري, فارق في الخبرات. عايز اقول كمان ان احنا ما قدرناش نصمد مع النادي الاهلي مع ضياع الفرص. يعني احنا ضيعنا كوره اللي هي بتاعت كريم طارق في الشوط الاول, برضو كوره البيكلي في الشوط الاول كان ممكن نستثمرها. مع عدم استثمار كرات مرتده طبعا لابد ان انت خلاص, ما هو انت بتشتغل على دي والفكر ده ممكن ان احنا كنا نجيب بيه نتيجه. لكن في النهايه انا بقول ان الفارق بان من الدقيقه 61 مهاريا وبدنيا لعيبه طبعا. احنا بالنسبه لنا عايز اقول تاني ان احنا محتاجين تدعيم في يناير وفي الجزء الهجومي بالتحديد, لان الارقام بتقول كده. يعني النهارده لما انت بتتكلم على الموسم الماضي احرزنا 24 هدف, وكان حتى يعني انا يمكن توليت 7 مباريات, لكن قبل كده كابتن حسن وقبليه كابتن طلعت, لما بتروجيت يجيب 24 هدف في الموسم كله في فرق الدوري السنه اللي فاتت هبطت جايبه عدد اهداف اكبر. فاللي انا عايز اقوله محتاجين تدعيم في يناير, لاعبين يحدثوا الفارق. هتلاقي كل الفرق, بص كده على كل الفرق, هتبص تلاقي عندها 3 4 او 2 3 او 1 2, يعني عندك 2 لعيبه او 3 لعيبه في الامام بيقدروا ان هم يخلصوا لك الماتشات. مصطفى محمد في طنطا جاب 3 اجوان, نعم خسروا 6 لكن جاب 3 اجوان. بص على المقصه مثلا, عندك مقصه فيها 2 لعيبه ما شاء الله, جون انطوي وحسين شحاته 20 جون, والنهارده بيتعادل مع الاتحاد وخسر من النصر وخسر من, يعني فاللي انا بقوله اللاعبين اللي بيبقوا في التلت الهجومي بيدوا باور للفرقه. انا النهارده وانا بدافع لما عارف ان الجزء الهجومي هيطلع, هنطلع عليه الكوره وهنقدر ان احنا نجيب جون, دي بتديني ثقه وبتديني ثبات. فدي نقطه مهمه جدا, اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا لابد ان احنا نشتغل عليها. يعني لو بسال بقى كابتن يوسف كاحد ابناء النادي الاهلي, الاهلي واتلتيكو مدريد ودور الاهلي الوطني خلال طول السنين من 1907, شايف المباراه دي ازاي, المباراه العالميه دي من وجهه نظرك كاحد نجوم النادي الاهلي كابتن يوسف؟ يعني طبعا النادي الاهلي سباق دايما, وهو يعني دايما عنده الافكار الجديده, عنده الاستحداثات الجديده. فطبعا مباراه اتلتيكو مباراه انا شايفها انها يعني تليق بالنادي الاهلي, وانه بيلعب مع فريق من الفرق الكبيره في اسبانيا او الدوري الاسباني. نتمنى ان شاء الله انها تطلع شكلها حلو, نتمنى كمان ان جمهورنا يجي يتبسط, جمهور النادي الاهلي, ونعمل نتيجه برده كويسه, لان المباراه دي بتفضل في التاريخ. اللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي عنده يعني عنده الـ 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 الامكانيات الفتره الجايه ان هو يعني يبدا يرجع تاني, وبطوله افريقيا يعني يفوزوا بيها, نروح لكاس عالم انديه تاني ان شاء الله مع المجلس الجديد. اعتقد ان الامور هتبقى بشكل كبير جدا الفتره الجايه. الله يخليك, شكرا. كل الشكر طبعا لكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق بتروجيت. بنقول النهارده هارد لك, واحد من ابناء النادي الاهلي, اكيد النهارده النادي الاهلي كان موفق في الشوط الثاني, اللي بتمناه التوفيق يكون حليف النادي الاهلي خلال مبارياته القادمه. بالتوفيق للنادي الاهلي خلال مشواره في بطوله الدوري, وغدا ان شاء الله في مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. كابتن محمد فاروق في الاستوديو التحليلي, اشكرك يا كريم. وطبعا هارد لك كابتن محمد يوسف, اللي يمكن في تصريحاته دلوقتي يعني واضح جدا ان هو عارف النادي الاهلي وعارف كان بيلعبه ازاي وبيحاول يوقف خطورته من خلال طبعا طريقه لعب او بعض اللاعبين, ايضا بعض الامور اللي هو اتكلم فيها ان في بعض الفرص اتيحت ليه لو كانت حرزت هدف كان الامور اتغيرت. كابتن محمد كنت عايز تعلق على تصريحات كابتن مختلف طبعا مع محمد في موضوع الفرص اللي ضاعت لنادي بتروجيت. انا مش شايف يعني فرص, يعني تقريبا كوره واحده اللي كانت عرضيه, هي كوره واحده بس اللي كانت. هو الحقيقه معذور لان هو محتاج تدعيم فعلا زي ما هو بيقول, واعتقد انه لازم يعمله في يناير, لان انا شايف ان من خلال الاحصائيات ان فريق بتروجيت يمكن ثالث اقل فريق في احراز الاهداف, جايب 13 هدف اقل منه بس فرقتين اللي هي الرجاء والرجاء وطلائع الجيش.
فعنده فعلا نقطه ضعف في طبعا منطقه الخط الهجومي كذلك الاطراف، فهو لازم يعني هو عنده خط نص كويس وعنده مدافعين كويسين، انما يفتقد ليه العنصر الايجابي بالذات راس الحربه الصريح في فرقته، لازم يدعم طبعا فرقته برغم وجود محمد شاهين اللي هو نزل الشوط الثاني ده يعتبر من الهدافين يعني الموجودين، احرز 5 اهداف في بطوله الدوري، وهو متفق معانا طبعا ان هي الدقيقه برده 60 واضح ان هي فعلا كلمه السر في التحول. التحول طبعا الريتم النادي الاهلي زي ما قلنا بقى اسرع، تحركات اللعيبه في طبعا ضعف في الاداء البدني اللي في فرقه بتروجيت، زي ما قلت ان يمكن الكابتن محمد قال ان هو الشوط الاولاني اهداء فرص ضاعت وكده وقفل اللعب على النادي الاهلي، لا هو اللي ساعده انه البطء. انا عايز اكلمكم على الجول ده كابتن ونحلله مع بعض. طبعا عبد الله السعيد قام فيه دور كبير جدا، اولا تحركاته سواء بقى على اليمين او على الشمال او يعني ما شاء الله. عبد الله النهارده انا يعني لسه هسالكم طبعا على نجم المباراه او رجل المباراه، لكن بالنسبه لي انا ممكن عبد الله، لكن في الاول وفي الاخر كره زي كده او هدف زي كده اعتقد ان عبد الله عمل فيه شغل كل يعني شغل كل الكوره كابتن. اي مدرب هيقول لك عبد الله استلم اتحرك عمل دبل باص لعيب وباص وعمل اسيست لوليد سليمان، يعني برضو نحب نحلله محور مع بعضكم. اتفضل. محور اداء طبعا النادي الاهلي عبد الله السعيد، تحركات في الملعب طبعا، استحواذ على الكره اساسه هو عبد الله السعيد، الناحيه الهجوميه متوقفه برضو على عبد الله السعيد، وده اللي هيرجعني لحته برضو ان لما احمد حمدي نزل ساعده كتير قوي، امتلكنا الكره بايجابيه، احنا كنا ممتلكين الكره بس استحواذ سلبي، اللعب على الجناب والكره بتدور بس ما بتروحش على الجون. لما نزل يمكن احمد حمدي الكره دي يعني الاداء اختلف. انا بتفق معاك طبعا ان من نجوم المباراه طبعا عبد الله السعيد، وان كان برضو وليد سليمان بعد العوده دي وظهوره بالمستوى العالي ده، تحس ان وليد سليمان انا بحس ان هو اكتر واحد ايجابي على الجون، ودي حاجه ممكن يفتقدها بعض الناس يعني، وخصوصا يمكن انا برضو عايز اتكلم في جزئيه سريعه كده على وليد ازارو، ان انا يعني شايف فيه اليومين دول برضو بقاله يعني مرتين ثلاثه حته اللعب الفردي شويه بيطمع شويه، ما كانش الاول كده اول ما ابتدى، دلوقتي بقى بيطمع شويه. طبعا يعني هو طمع مطلوب في راس الحربه ان هو على الجون، بس لما تكون الكوره مزنوقه وعنده زميله في مركز احسن او في حته كويسه لازم يوصيله، ودي يمكن ظهرت في كذا كوره في الاخر. من الناس اتضايقت منه لما لعبها بالعرض يا كابتن. لا بس فاكر معلش بس في كوره في الاخر. انا فاهم انا بهزر يعني في وقت من لما عملها بالعرض الناس اتضايقت. يفضل بقى يقول للناس انت اعمل ايه بس. انا عايز اقول لك حاجه فاروق، احنا متعودين على راس حربه النادي الاهلي ده حاجه سوبر يعني امتداد مش عايز اقول حاجه قديمه قوي، بس بنتكلم على عماد متعب وفلافيو ورصاد حربه كبيره جدا في النادي الاهلي، اتفرجنا عليها بيبقى اللعيب بصراحه كامل يعني. فهو برضو يعني لازم الكور اللي هي يروح فيها الواحد يروح والكور اللي لعب. طيب ده الجون الثاني كابتن رضا اللي اتكلمت عليه طبعا برضو نحلله مع حضرتك كده كابتن رضا. اهم لقطه في الهدف ده انا اتكلمت في ان هو حتى من الاول بعد اذنك يا احمد هم محضرين، ولكن اخطر واحده وليد سليمان يعني بص دي سهله قوي. كل الباص هنا سهل، بص بتاعت وليد وضع جسمه، بص اتغير هنا، بص وليد اتغير استلم بيمينه اللي هو ما بيلعبش بيها اصلا، واستلمها وبيلف عشان يحط الكره تاني. هي دي مش اي حد يعملها يعني. انا عنده جزئيه وليد لا يعني لو ينفع يرجعها لي ويجيب لي بس جزئيه وليد وهو بيلف دي صعبه جدا. رجله العكسيه يعني، وليد بيستلم هنا، وليد بيجري بص بيستلم برجله اليمين مش بالشمال، بص وليد بيلف جسمه هي جت وراه، فحلها ايه؟ ان انا ده اسرع حاجه استلمها. ما هي الطبيعي ان اسلام يلعبها قدام، هو لعبها وراه، فحلها ايه؟ يستلم يلف ظهره ويستلم زي ما وليد استلم ولف بسرعه. صحيح. فده ذكاء، ده اللي انا قلته، ان انت وازاي لعيب زي وليد سليمان يبقى عندك ولازم طول الوقت يبقى موجود. ليه يبقى موجود؟ هو بيعرف يدير ال 90 دقيقه. انا مدير فني بدير 11 لعيب، انا لعيب بدير ال 90 دقيقه من خلال. صحيح. انا الكره دي مهمه جدا جدا جدا، ذكاء لعيب ان انت ازاي في توقيت زي ده والكره جايه في ظهري ما اقفش واستلم بقى العكس، بص واستلم هنا ازاي؟ هو سهلها. واي لعيب في الوضع ده هيعمل ايه؟ هيستلم. صحيح. وهيقف ويبدا يعدل ويفكر ويبدا يلعب. هنا هو بيستلم اسهل حاجه عشان يلعب،
هنا اسلام محرك. في حاجه كمان ايجابيه في الهدف ده اللي سهله كمان هو شايف حركه اللاعبين ورا جايين بيجروا ازاي. قرارك انت كلاعب مهم مختلف طبعا قرارك يعني وليد لو اي لعيب تاني مش برضه حتى لو هو شايف مش هيعملها كده. انا بقى عايزك تركز على حاجه تانية. طبعا البدايه كانت من عبد الله السعيد والنهايه مع عبد الله السعيد. شوف عبد الله السعيد بقى السبرنت اللي عمله من قبل دايره النص لغايه ما جاب الجون. لو اتعادل تاني بص بص يا فاروق بص هيلعبها. بص السبرنت بتاع عبد الله. بص خليك مركز على عبد الله. بس بص عبد الله هناك بص رايح فين. تمام من قبل نص الملعب يعني ممكن واحد تاني كان خلاص الكره اتلعبت واتنقلت للخط الهجومي يبقى فيه بطء شويه في الحركه. انما دي برده وفي الدقيقه كام فدي برده تحصل لعبد الله يعني ربط إن طبعا إن ازاي اسلام شايف عبد الله جاي هنا صحيح او صحيح. يعني هو ده اللي احنا بنكون بنتكلم عليه ان ازاي اتنين يبقوا قاريين بعض. اعتقد دي مدرب دي مدرب طبعا 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 الجمله ما بتعملش كده غير لازم يبقى شغل مدير فني. نروح يا كابتن بس يعني نشوف بس ضربه الجزاء لان برده ايه مهمه جدا ان احنا نشوف تحركات النادي الاهلي وبعدين في الدقائق يعني الاخيره اعتقد بالظبط. فانت بتبتلي عندك الحاله البدنيه ما شاء الله وعندك كمان الهدف الاولاني فتح نفس الفريق طبعا طبعا. فبالتالي ده ضربه الجزاء بالنسبه للنادي الاهلي. كنا مفروض يعني نتمنى ان يبقى كان عندنا وقت كان كابتن نقدر نتكلم في الجزء التحكيمي مع يعني كابتننا الكبار اللي ممكن يبقوا موجودين معانا في الجزء التحكيمي. لكن طبعا يعني ضربه جزاء صحيحه كابتن رضا كابتن محمد. طبعا انا في رايي انها طبعا صحيحه لان هو في تهور من خروج الجون. الجون خارج بتهور جامد قوي. طبعا اي احتكاك في الحته دي بيبقى لصالح طبعا الفرود. يعني لو لاحظنا خلاص هو خد لمس الكره قبله. بص هو طالع ازاي يعني طالع باندفاع جامد جدا ورجليه. فاعتقد انها ضربه جزاء يعني ضربه جزاء صحيح. انا بشوف يعني هو في تهور صحيح هي فيها تهور بس هو انا شايف الكره دي هو لما لمس رجل وليد اصلا في الكوره لوجهه نظري. يعني الكادر الاخير ده لو يرجع بيه تاني الاخير خالص اخر كادر ده هشوف رجل وليد نازله في مكان فاضي خالص. تمام. مش في يعني لو رجع بس الكادر اللي قبل ده على طول الاعاده اللي قبل دي هتبقى باينه اكتر شويه. انما هو فيها تهور طبعا. لو هو لو ساب وليد اصلا يجيله مش هيبقى فيها مشكله. يعني هو لو ما طلعش في الكره دي وساب وليد في الجزء ده المنطقه دي يعني عنده حلول يقدر بس هو تهور فيها. اللقطه الثانيه بص حتى رضا اندفاع وليد ازارو في الوقوع يعني دي لا بص دي هي بص رجل وليد بقى الشمال دي اللي مقصوده. انا بص على رجل وليد الشمال لما تنزل بص رجله الشمال مفيش حاجه في رجله الشمال خالص نازله سليمه اهي بعيد خالص عن رجل الراجل وراح ناطط. يعني لا انا شايف ان رجل هنا بعيده. انا برضو ما اقدرش اقول لك حاجه كابتن رضا لازم حكم يخش لازم حكم يخش بقى بس انا وجهه نظري هي من وجهه نظر كابتن رضا خلاص كابتن بلاش الجول ده عشان خاطر لا يا وان كان لا انا بحلل كان بحلل من وجهه نظري وان كان الهدف الاولاني بتاع الشوط الاولاني فواحده واحده يعني حتى لو فيها لا لا احنا بنتكلم في احنا بنقول يعني الحاجات اللي احنا شايفينها هي في الاخر بترجع واي حكم في موجود في الملعب في التوقيت ده لازم يحسبها صحيح. ليه؟ لان هي وضعها لما تيجي تتكلم في وضعها في الملعب لا دي 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 تهور وفيها قياسات كتيره. عايزين نقول حاجه اخيره سريعه ممكن ولا في احنا بنتكلم بس على ان النص ساعه الاخيره دي بتبقى البدايه في المباراه اللي جايه يعني نتمنى طبعا نتمنى انها تبقى هي دي البدايه بقى في التحركات وخلق المساحات والايجابيه على الجون اللي احنا قلنا عليها قبل المباراه ان الاهلي بيفتقد الايجابيه على الجون وترجمه الاستحواذ لاهداف. الشوط الثاني واخر نص ساعه او اخر ثلث ساعه يعني لازم ناخدها بدايه انا بس انا عايز قبل ما نقفل الحلقه وتغيير حسام عاشور يمكن اتعمل الماتش اللي فات تمام. التغييره دي يا كابتن رضا يعني على طول جابت نتيجتها من خلال احمد حمدي ونزوله مكان حسام عاشور. مش عايز اقول كده برضو احمد حمدي لعيب هايل ولكن التوقيت بتروجيت وقع يعني وقع بدنيا وفنيا امتى؟ لما جبنا هدف. طب لو الهدف ده وحسام عاشور موجود ممكن كنا بنفس الاداء. فمش عايزين نربط ان لا انا مش رابط هي الفكره بتكلم انها بتبقى في وقت من الاوقات انت عايز تحول او تطور الجزء الهجومي بتاعك من خلال طبيعي طبعا. ليه ما بتديش بيها يا جماعه؟ ليه ما بتديش الفرقه يعني هو طبعا كل مدرب له فلسفه وله ديفندر واحد طريقه ديفندر واحد ليه يعني اصل لما يكون ولد صغير عندي يعني احمد حمدي برضو ممكن يعني برضو يساعدك في الحته الدفاعيه بس هيفرق مع عبد الله ان عبد الله مش معقول هيفضل هو اللي شايل الحمل الهجومي يعني. تمام خلاص يعني انا بشكركم يا كابتن طبعا مبروك للنادي الاهلي مبروك كابتن محمد لينا النهارده مبروك لك يا فاروق للنادي الاهلي وصول النقطه 33 ولسه يعني طبعا في مركز ثاني تحين ان شاء الله مباراه المؤتمر.
نورت شرفت يا كابتن. شكرا فاروق. شكرا كابتن. يعني زي ما قلت لحضراتكم النقطة النهاردة ثلاث نقاط النهاردة 33 نقطة النادي الأهلي في المركز الثاني، وإن شاء الله مؤجلات النصر والمقاولون تخليك في حتة ثانية خالص مع طبعا مباراة الزمالك أو آخر مباراة في الدور الأول إن شاء الله هتكون يوم 8. عايز أذكر حضراتكم بنتائج الأسبوع 16، إم بي والنصر 1-1، الإسماعيلي والرجاء 5-0 للإسماعيلي، المصري البورسعيدي وطنطا 6-3 بالنسبة لفريق المصري، بفوز لفريق المصري. النهاردة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وده تعادل إيجابي 2-2، وفوز النادي الأهلي 3-0 على بتروجيت. إن شاء الله في مباريات الختام بالنسبة للجولة 16، داخلية وسموحة، الأسيوطي سبورت والزمالك، المقاولون العرب وطلائع الجيش، الإنتاج الحربي ووادي دجلة. إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا، ثلاث نقاط مهمين ان شاء الله. المباريات القادمه عندنا بكره مباراه مهمه جدا امام اتلتيكو من استاد برج العرب، هنغطيها بشكل جيد جدا من خلال قناتنا. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا بكره، وتبقى مباراه ممتعه من خلال طبعا المباراه ومن خلال التغطيه ومن خلال التصوير، ان شاء الله هيكون مميز بكره من خلال قناتنا. كنا معاكم من خلال استاد الاهلي، ان شاء الله بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي ايهاب الخطيب، وطبعا تغطيه خاصه لهذه المباراه، مباراه اتلتيكو، فقره رسالة سلام.